يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات. كاين ثلاث دعوات مستجابات. دعوة المظلوم، شوف المظلوم المحقور مسكين يا حليل المغبون، ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المسافر، لأن المسافر رح يتعب ويكابد وفيه مشقة. ودعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد في اللغة العربية، كلمة الوالد تطلق على الذكر والأنثى لأن عندها علاقة بالولادة، وكلاهما الوالدين إحسانا، كلاهما ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن دعوة الوالد يقصد به الذكر والأنثى، يعني الأب والأم. إذن لا ترد معناه مستجابات عند ربي عز وجل. أيتها الأم، أيها الأب، راقب نفسك، أي دعاء تدعو به فإن الله تعالى يسمعك وسيجيبك، وخاصة إذا كان فيه الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بشر. والحمد لله من رحمة ربي عز وجل أن ربي ما خلاش كل الدعوات تستجاب، ومن بينها دعوة الشر، ماشي كامل تستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له. شرح الحديث، قالنا ما تدعيوش بالشر على رواحتكم، ولا على أولادكم، ولا على دراهمكم، ولا الشياه والدواب والسيارات والحانوت والأي حاجة تملكها تضربها برجلك وتسبها وتلعنها وتدعو بالشر، الله لا تربحها، إن شاء الله تخسر، إن شاء الله تكسر. هذا كله دعاء بالشر على الأشياء، هذه تعتبر أموال أيضا. قال على لا توافق، أي حذاري أن توافقوا ساعة، ساعة الاستجابة، وقت استجابة، وساعة موش 60 دقيقة اللي نعرفه احنا، يعني لحظات أو وقت استجابة الدعاء فيستجاب لكم. إذن شوف، إذن يمكن أن تكون بعض الأدعية قد تستجاب ولو كان فيها شر، لكن ليست كلها. الدليل، قال الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الشرح، ربي قال لو كان نستجيب لكم وأستعجل لكم الشر مثل استعجالكم الخير لقضي إليكم الأجل. سرعتكم أو طلبكم للخير بالاستعجال، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، لو كان ربي يزرب يجاوبك بالدعاء الشر كما تحب أنت، ربي يزرب يجاوبك في دعاء الخير لقضي إليهم أجلهم. ولهذا هذا أكبر دليل على أن الله تعالى من رحمته لا يستجيب لكل الأدعية التي يدعى بها، لكن بعضها قد يصيب الإنسان. نصيحتنا للأمهات والآباء، أنا عارفين أولادي زعفوا ويهبلوا ويديروا مشاكل ويتضاربوا وما يحبوش يراجعوا، أقرأ ما يقراش، ما تلعبش مع فلان يروح يلعب، أدخل الدار بكري هذاك ونزيد يسهر، يعني أنا عارفين هذه الأشياء وتوقع، وخاصة هذا الجيل بكري صح كاين حشمة، ما تقدرش ترفد عينك في 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 والديك، إلا قالك حاجة تهبط راسك وتروح، وينها عمك وخوك وحتى الجيران. الآن أمور تغيرت، كيف نتأقلم معها؟ معليش بالصبر، وراه فيها أجر، قد ما نصبروا، قد ما نتحملوا، قد ما نواصلوا بالدعاء بالخير، لأن ربي هو الذي يستجيب، ربي هو اللي غير، والله غير كون فيكون، بيده ملكوت كل شيء. الله تعالى إذا أراد شيئا فإنه يقول له كن فيكون، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وش حال من واحد، وش حال من واحد اللي كنا ظانين والظن بأنه خارج طريق، هذا مش كيتش يصلي، هذا مش كيتش يحبه الناس، هذا مش كيتش، يعني حتى ولو دخل السجن تلقاه والله غري، واللي ما شاء الله والناس تغير منه ويتغير منها ويتحسن حاله. هذه هي القلوب، هي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أقول أولادنا وأبائنا وأمهاتنا، وخاصة اللي حيجوزوا الامتحانات، شوف راجعت مليح، قريت من اليوتيوب، تيلي شارجيت الدروس، دير دروس خصوصية ولا لست أدري، تعبت وانت تبحث عن العلم، وفرت انتم لأولادكم كل وسائل الراحة، نسينا حاجة يا جماعة، ربي، ربي هو اللي يوفق. وشحال من واحد قرأ 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 واجتهد غير حطوا الورقة تاع الامتحان غير يترعد، كاين مسكن يقول يبكي، قال لي تروح له إجابة، كاين حتى لي دوخ
كاين اللي يحتال ينصرع. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربي يوفقهم. ارجوكم درتوا اللي عليكم، خلاص رطب قلبك، ارتاح، واسال الله عز وجل لاولادك التوفيق، ادعي لهم بالخير وكثر، ماشي غير في فتره الامتحانات. الدعاء بالخير راهو سبب للنجاح. واحد المراه قال لك ثلاث سبعه من بناتها كامل حفظوا القران. قالوا لها كيفاش حتى انا بناتك حفظوا القران؟ قالت لهم والله ما قريت وما جريت عليهم ما والو، كنت كل ما نزعف على وحده منهم ان شاء الله ربي يجعلك من الحافظين، ان شاء الله ربي يحفظك بالزعاف تدعو بالخير. قالت والله ما عرفتش حتى نكبروا لي كامل في سبعه حافظين. الله يبارك. قرآن. احدهم يروى عنه كان انسان قليل، قليل مسكين وفقير، هو يتاجر لكن الشيء قليل اللي يجيبه. كي يجيبو عنده باباه في الدار مريح، يحشم يروح يمد دراهم لباباه في يده احتراما له، على اساس ماشي انا اللي نمد لباباه، بابا هو اللي يمد لي. فكان واش يدير؟ كان دائما يحطهم فوق الطابله ويجي رايح يحطهم فوق الطابله، ودائما باباه يقول له يا وليدي، هو يكسب في الرزق مسكين حلايلي والله غالب. قالوا يا وليدي ان شاء الله ربي يجعلك من اهل القران ومن اهل العلم. هو مسكين خاطيه كاع ما يقرا ما والو غير تجاره فقط، الشيء اللي يكتب ربي. وقالك في يوم من الايام هو رايح جاي يتلاقى مع واحد العالم، يقول له راك رايح؟ يقول له انا خدام. وعلاش تخدم؟ الله غالب انا باش نقوت نفسي ونقوت الاهل تاعي. فيقول له معليش نعلمك حاجه اليوم. قال لك كل يوم كل مره في الاسبوع يتلاقى به يعلمه، مره في الاسبوع مره في الاسبوع، حتى لهذاك التاجر حلات له كما يقولوا. ففرح، حس بان لذه العلم ولذ، ففتح الله عليه فحفظ القران الكريم وصار عالما، واصبحت عنده يعني مدارس الناس تجي تتعلم عنده. فلما قدمه شيخه لاول مره باش يقول كلمه امام الناس اجهش بالبكاء، يبكي يبكي يبكي. قالوا له علاش راك تبكي في موقف كيما هذا؟ راك ما شاء الله وربي كرمك. قال لهم تذكرت انني كلما وضعت مالا على الطاوله امام ابي كان يقول اذهب يا ولدي جعلك الله من اهل القران ومن اهل العلم. قالوا انا كنت خاطيني كامل هذه الامور. هذه دعوه الخير، لكن دعوه الشر تقدر تقيس. صح. يحكى عن امراه انها زعفت على وليدها، والسبب يا وليدي اديني المكان الفلاني، مكان بالسياره، وكان عنده موعد مع صاحبه. وهنا نتكلموا مع شبابنا واخواننا واخواتنا، هل نحب اقربائنا او اهلنا اكثر ام اصدقائنا واهواءنا اكثر؟ فهذا الشخص قالها لا لا ماشي درك يا وليدي، راني محتاجك الان تديني. قالها ماشي الان، خليني عندي شغل عندي شغل. فهي مزعف، قالت ان شاء الله ربي يولي عليك من لا يرحمك، ان شاء الله يعني يشدك ويحكم فيك اللي ما يرحمكش. قالتها فقط، وافقت ساعتها استجابه. في ذلك اليوم كان ذلك الشخص اللي كان في سهره معه كان قتل واحد، فهجمت الشرطه وتقبضت عليهم وهو في السجن. فدخل احد الدعاه ينصح المساجين، فلما كلمهم قام يتكلم عن دعوه الوالدين لتقيس الاولاد ودعوه الخير لتقيس الاولاد. قام هذا الرجل يبكي 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 ويقول يا شيخ هاي حكايتي انا واش صرالي؟ سبب تاعي انا لم اجب امي فعاقبني الله سبحانه وتعالى، فانا 15 سنه وانا في السجن الان ولم اخرج، فادعوا الله لي. هذه من بين الامور التي ينبغي ان نعرفها، وهي الدعاء بالخير. نحب اولادنا اذا كان غلطنا نقول استغفرك يا رب، يا ربي ما تقبلش هذا دعائي. وشحال من واحد غلط وقال الله تعطيك ان شاء الله طوموبيل يجوز عليك كامل يوحى خيره، غير حاجه ثقيله، غير حاجه اللي تسمى اللي تقضي عليه ما يتحركش، ان شاء الله يديك البحر، ان شاء الله ياكلك الحوت. وكثير من الامور التي ترد عن الاباء وخاصه الامهات قد توافق ساعه استجابه، لكن من رحمه ربنا والحمد لله شحال من شخص وشحال من اب وشحال من ام دعا في حياته يقول لك الحمد لله اللي خرجوا اولادي على خير. هذه من رحمه الله عز وجل. ربما لانه اسمح لي شيخ يزيد فضلك، انه بعض الاولياء يعني سمحهم الله ربما تكون هذاك الخطا اللي ارتكبه الطفل لا يستدعي هذيك الدعوه ولا هذاك لا ذوك الكلمات يعني اللي يختاروها حتى يدعوا على اولادهم، لكن احنا كاين بعض الاشخاص وين هذيك هي طريقه الكلام ديالهم. صحيح. عندهم مفردات على لسانه، على لسانه، هذه هي. شوفي هنايا لازم نعرفوا، هذا يسموه لغو الحديث. اللغو هو الكلام الذي لا يركز فيه الانسان، لمثل لغو الطلاق. للانسان في عوض ما يقول كلمه تروح له كلمه طلاق مثلا، هذا لا يعتبر لانه من اللغو، لكن عليه ان يتدرب الانسان ان يدرب نفسه على الكلام الطيب. انا نعرف ناس كاين اللي درب نفسه انه يسب، يقول كلام قبيح دون ان يشعر، لانه غير يغضب يقول هذيك الكلمه، اول كلمه ترد على لسانه كلمه قبيحه.
ولهذا الإنسان عليه أن يستغفر وعليه أن يعود لسانه على الحوقلة، على أي كلام آخر يذهب به غيظه، لكن ماهوش بالطريقة أنه يقول كلام سيء، وخاصة إذا كان فيه دعوة شر. أنا أقول بلي كثير من أمهاتنا وأبائنا اللي صراحة مباشرة الله لا تربحك، هذه هي صح، هذه كلمة الله لا تربحك يا جماعة هي صعبة جدا، ورانا نداولها بكثرة ونقولها صراحة. ربي يغفرنا، اللهم تب علينا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا اللهم بقلوبنا لا بألسنتنا يا رب، اللهم إن القلوب تحن ولا نسألك إلا الخير لأولادنا وأهلنا وجميع أمتنا، فلا تؤاخذنا بما فعلنا وقد كنا فيه سفهاء. فالإنسان يدرب نفسه على أساس أنه ما يقولش هذاك الكلام سيء، ويدير كما هذيك المرأة اللي يقول الله يهديك. أنا نعرف كثير من الناس يقول لك أنا بكري ولا غير كنت الكلمة اللي تجي على لساني نقولها، لكن الآن روح زعفه كما تحب، أول كلمة يقول لك الله يهديك، روح الله يهديك، الله يسامحك، كاين اللي يتعلم هذه الكلمة ولات له على لسانه. احنا مثلا قبل أكثر من 20 سنة ما كانش متداول عند الجزائريين بإذن الله. هذه جديدة دخلت مع موجة معينة دون أن أصفها، خلت مصطلحات كثير من الجزائريين تتغير، وسببها أن الناس أصابتهم صحوة معينة في موضوع معين صح ديني صح. فأخذوا كثير من المصطلحات من جهة وأخذوا يتعاملون بها، حتى كلمة إن شاء الله أصبحت بكثرة، يعني أمان الله يقول في أمان الله ولا هذا صح، ما كناش كلمة اللي فيها الله يعني أصبحت بكثرة والحمد لله. فمن العيب بما كان أن نرى بعض الدول التي تدين بغير دين الإسلام في لغتها وخاصة الإنجليزية كلمة الله موجودة في التعجب، موجودة في الغضب، موجودة في الحيرة، موجودة في كل الأعمال. فينبغي نحن أيضا أن نستعمل كلمة الله في الأشياء الطيبة، وخاصة إذا كان الإنسان يدعو فعليه أن يدعو بالخير. دعوات الوالدين مستجابة، دعوات الوالدين وخاصة في هذه الظروف التي نعيشها مع الوباء أمراض، مليح الإنسان يكون ذكي. راك خارج من الدار، أطلب من والديك الدعاء، إذا رضوا عليك أطلب منهم الدعاء، لا تستهين به، واسألهم الدعاء في سجودك، ولا تنسهم أنت أيضا بالدعاء صح. من الدعاء. فيعني من العقوق كما ذكر العلماء في الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه وأهله وأقربه، وينسى من كان لهم فضل عليه وهم الوالدان. من أدب الدعاء أيضا أن الإنسان يختار الأوقات الطيبة، أوقات الهدوء كما ذكرت قبل قليل، مثلا ثلث الأخير من الليل، عند صلاة الفجر، عند جميع الصلوات. حتى قال أحدهم، وأنا كنت أستمع إليه قبل قليل، أحد الدعاة المشهورين، عيطوله نداوه في ندوة خاصة بالأطباء في كلية خاصة بالطب، واحتاجوا منه نصيحة، فقالوا له أول سؤال حبيناك تقول لنا كيف وصلت إلى هذه المرتبة، ما سبب نجاحك؟ قال لهم صراحة، قالوا له إيه، قال لهم أنا دعوة أمي ورزق حلال من أبي ونفخة علم من شيخي ومعلمي. يعني يبدأ بأشياء بعيدة عنه، ما قالش أنا قريت وتعبت وأنا صرفت وقدرت كذا، قال أنا دعوة أمي اسمها الفضلية ونعم دعوة أمي. قالوا له كيف؟ قال لهم ما رأيتها ساجدة إلا وتدعو لأولادها جميعا بالخير. أيتها الأم الطيبة، دعائك مستجاب، على بالك على تغسلي وتطيبي وتسهري وتتعبي، هذا التعب هو اللي خلى الدعاء أنتك بإذن الله مستجاب. حافظي على صلاتك، حافظي على إيمانك، حافظي على علاقتك بربك، ودعائك مستجاب بإذن الله. ولا ما شفتهش بعينك في هذه الأيامات ولا في هذا العام، معناها ربي راهو مداخره وربما يبعد كثير من البلاء على الأولاد. فهلا دعوتم لنا بالخير. آمين إن شاء الله يا رب. عندي سؤال ليك فقط أستاذ كمال تواتي، تكلمت أنا في البداية قلت هل في صيغة محددة للدعوة للأطفال، ولا خليني هذا السؤال نطرحه لك، ليس فقط للدعاء للطفل ولا الدعاء بصفة عامة، كاين بعض الأشخاص كيقوموا بأداء الصلاة نتاعهم يعني في السجدة، يقول لك أن الدعاء في السجدة دعاء مستجاب أقرب ومبارك أقرب من ربه وهو صحيح. هل الدعاء في السجدة يكون بصيغة معينة، يقوم بكلمات كما نقول يعني كلمات ربما بلا اللغة الفصحى، ولا كل واحد نيته يقدر يدعي هذيك الفترة هذيك هذاك الوقت؟ جميل، والله سؤال ذكي جدا ودقيق جدا ويستلهم القرائح فيه. السؤال، هل نستطيع أن نتحدث بلغة أخرى غير العربية في الدارجة في الصلاة؟ جيد، إذا كانت هذه اللغة قريبة من العربية جاز، وإلا حفظ الإنسان من الأدعية
المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها ويكررها ويختار إذا كان السجادات وخاصة إذا صلى في جماعة ما تكفيش كلها فإنه يدير في السجدة الأولى دعاء والثانية دعاء فالركعة الثانية السجدة الثالثة دعاء وهكذا يفرقها حتى يكون حافظ الأدعية بالترتيب ويخصصها قال في السجدة الأولى ثناء على الله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للوالدين قال في الثانية السجدة الثانية للنفس والأهل قال في الثالثة للمجتمع والأمة وهكذا وما إلى ذلك وكل ما سأله الدعاء إذا كان بالدارجة القريبة من اللغة العربية يا ربي يرحمني شوفي الدارجة يا ربي اغفر لي يا ربي تب علي هذه فيها درجة قريبة لا حرج في ذلك إذن هذا من بين الأدعية لكن نقول هل فقط الدعاء الذي قلناه هو الذي يصل؟ لا هناك دعاء لا نقوله ويصل بالقلب كاين اللي ساجد يبكي ماهوش قادر يدعي ربي كامل صح من خشية الله يبكي وربي يعلم ما في قلبه يستجيب له ربي دون أن يتحدث سبحان الله والله أعلم بما في القلوب وكم من شخص صلى فبكى ويعني وسهر وتعب أنا أعرف ونحن كلنا نعرف حينما نطالع سيرة الصحابة بعضهم كان يقوم الليل بآية واحدة وهو يبكي يرددها يكتب له قراءة القرآن الكريم كيف قل هو الله أحد فقط هي ثلث القرآن صح كأنها 20 حزب وسورة الرحمن عروس القرآن وما إلى ذلك من الصور والآيات حضور القلب في الصلاة كفيل باستجابة الله سبحانه وتعالى لكن على الإنسان أن يدعو ما يبقاش ساكت نكثر من الدعاء حتى ولو أطال السجود الإمام مثلا أو إذا صلينا بعد التحية لله لما تكمل صلاة الإبراهيمية وتستعيذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تبقى تدعو منك بكثير من الأدعية التي تدعو بها وربي يستجيب لك إذا سلمنا من الصلاة الدعاء مستجاب تدعو الله عز وجل مش فقط في سجود مثلا تدعو بعد الصلاة والدعاء فيها مستجاب الدعاء بين الأذن والإقامة احنا كثير من الناس لما يكون المؤذن يأذن الناس كامل تبقى تتكلم لا قالك إذا أذن المؤذن فأنصتوا ومليح نقول جميع الوالدين لدعائهم مستجاب إن شاء الله إن شاء الله يعني. لما يأذن المؤذن في تلك اللحظة الحالة راهي صافية والشيطان يفر نعم الشيطان يفر ما يقدرش يوقف مع الأذان هذه اللحظة ما بين الأذان والإقامة أيضا دعاء مستجاب الدعاء مستجاب في يوم الجمعة وإحنا رانا في يوم الجمعة وفيه ساعة ما وافقها عبد مسلم إلا أجابه الله سبحانه وتعالى وزيد في كل اللحظات الملائكة راهي معنا وترفع أعمالنا ودعاءنا إلى الله كيف لا يجيبنا ربنا وهو الذي وعدنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم خلاص ربي قال أستجب لكم ندعوه بالخير ولا ندعوه بالشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ربي جاوبنا بشرط ما تدعيش بالإثم الله يقطعهم إن شاء الله والله منظرهم يا ربي الله لا توفقهم يدعو بالشر فقط هي سئلت قبل ثلاثة أيام حول دعاء معين امرأة اعتدي عليها باعتداء معين فقالت لي هل يجوز لي أن أدعو على الشخص أن يصاب بسرطان في الحنجرة سبب أنه كان يؤذيها بصوته كلام قبيح يعني فقالت هل يجوز لي قلت لها حينما تختاري ذلك فإنك اخترت ما في نفسك لماذا لا تختارين ما عند الله صح. قالت ما هو الشيء الذي عند الله قلت لها قولي حسبي الله ونعم الوكيل لعل الله يهديه ولعل ربي يبتليه بشيء ثم يتوب عليه ولعل قولك حسبي الله ونعم الوكيل قد يعوضك له خيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى والدعاء مستجاب لا ننسى اللهم نجح أولادنا آمين أصحاب البكالوريا وأصحاب المتوسطة أصحاب الأساسي الابتدائي اللهم نجحهم اللهم سدد أقلامهم اللهم ارزقهم سكينة حينما يجلسون على كراسيهم اللهم يسر أمورهم اللهم لا تعسرها يا رب اجعلهم لا ينسونك فيدعونك ويصلون لك ويقبلون عليك وهم يقول اللهم يسر كل عسير فإن تيسير كل عسير هو عليك يسير شكرا لك يعطيك الصحة أستاذ كمال تواتي أستاذ كمال تواتي اليوم في هذه الصبيحة تحدثنا على الأدعية ولا الدعاء بالنسبة للطفل رغم أنه في بعض الأشخاص يستعينوا بالطفل حتى يدعي لهم ما شاء الله نقول لك والله ذكرتني وهذه استعملناها شوف اللي حب تعبير زايرية المفرنسة اللي حب يبروفيتي حب يستغل شوف الأولاد صغار روح لهذاك الصغير قول وليد يدعي لي قول لك وش ندعي لك قول كذا كذا وكذا دعاء البراءة الملائكة مستجب بإذن الله سبحانه إن شاء الله يا رب الكبار قال لك أبغوا الخير في ضعفائكم الناس الفقراء الناس المحتاجين الناس البسطاء المؤمنين وخاصة الناس كبار لولا شيوخ الركع
والبهائم الرضع والأطفال الرضع. الرضع الآن ما ينطقوش لكن ما بعدها. فالإنسان يحاول أنه وما دام تكلمنا على الأطفال ما ننساوش بأن موضوع غدوة إن شاء الله عنده علاقة أيضا أكيد بال نقولها قولها معليش غدوة إن شاء الله موضوع مهم جدا المنامات المفزعة أشياء اللي نشوفها في المنات وتخوف بزاف كوابيس ما راحش نفسره ولكن راح نشرحه ما معناها إن شاء الله سبحانه وتعالى ومن بينها الأطفال إن شاء الله إن شاء الله يعطيك صحة أستاذ كمال تواتي على هذه الكلمات الطيبة والنصائح إن شاء الله يا رب المشاهد الكريم يكون استفاد منها وأكيد استفاد منها إن شاء الله اللهم ينعم على أطفالنا بالعافية وبالصحة بالذكاء بالنباهة والنجاح ولا للغش ولا للغش ما تغشوش شكرا لنتلقوا بك غدا آمين يا رب بحول الله جمال كل صباح ليس في إشراقة الشمس فحسب وإنما في شكر الله فصباحكم ضياء يطل من شرف قلوبكم صباحكم سعيد صباح الخير صباحكم كريم كريم مرزوق بعد الفاصل موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس أينما كنتم صباحك سعيد زميلي كريم صباح الخير حبيبة صباح الخير أستاذنا كمال صباح الخير مشاهدينا الكرام جمعة مباركة شكرا كما قال أستاذ من غشنا صح. فليس منا إذن عن أحوال الطقس لنهار اليوم إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه عن تساقط أمطار إن شاء الله تكون معتبرة على شكل زخات رعدية مرفوقة بحبات من البرد على المرتفعات الداخلية الغربية وكذلك الوسطى والشرقية على كل من البيض نعامة كذلك ولاية الجلفة لغوات باتنة تبسة قسنطينة خنشلة كذلك أم البواقي وأيضا على السواحل على كل من بجاية وأيضا ولاية تيزي وزو والبويرة برج بوعريريج كذلك أمطار على شكل زخات ابتداء من ظهيرة اليوم على الساعة 3 مساء إلى غاية إن شاء الله 9 ليلا إذن الأمطار ستزداد غزارة حتى على المناطق الساحلية نسبة الرطوبة كانت عالية على الواجهة الساحلية فاقت 90% إذن عن أحوال الطقس لنهار اليوم وضمن تيارة جنوبية غربية إن شاء الله السحب ستزداد كثافة على كافة المناطق الشمالية احتمال لأمطار على شكل زخات رعدية على السواحل تكون أكثر اعتبارا على المرتفعات والهضاب مرفوقة بحبات من البرد كذلك أجواء شبه رعدية من شمال الصحراء نحو مناطق الجنوب الغربي كذلك مرتفعات الهوغار والتاسيلي وأجواء مغشات على مناطق الجنوب الشرقي الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب زوابع رملية ستنشط كذلك وهذا على شمال الصحراء ومنطقة الوحل درجات الحرارة خلال نهار اليوم درجات الحرارة القصوى ستعرف تراجع خاصة على المناطق الوسطى وكذلك الغربية نرتقب 24 درجة وهذا على العاصمة 26 درجة على وهران 27 درجة على تيزي وزو والبويرة تبقى تفوق المعدل الفصلي على الواجهة الشرقية نرتقب 35 درجة على مقياس على كل من قسنطينة قالمة ميلا خنشلة سوق هراس تصل غير 40 درجة على غردية بريان وزلفنة 35 درجة على بشار نفس المقياس على تندوف 39 درجة على تمنراست وحتى على جانات ترتفع إلى غاية 46 درجة وتحت الظل على كل من إنقزام برج باجي مختار إن صالح كذلك ولاية أدرار وولاية تيميمون البحر خلال نهار اليوم إن شاء الله يبقى قليل اضطراب تقريبا على كافة السواحل حتى رياح معتدلة ضمن التيارات أحيانا غربية تماما تميل إلى الشمالية الشرقية على الواجهة الغربية وكذلك على الواجهة الشرقية تميل إلى شمالية غربية كما قلت معتدلة عن أحوال الطقس على بعض عواصم شمال إفريقيا أين كذلك الأمطار إن شاء الله على شكل زخات على الرباط أجواء غائمة على العيون المحتلة نواكشوط كذلك طرابلس وأجواء مغشات على تونس نجامينا نيامي كذلك الخرطوم وأجواء مشمسة على القاهرة درجات الحارة تصل إلى 33 درجة على القاهرة أقول نفس المقياس على تونس تنخفض إلى 22 درجة على الرباط لكن ترتفع وهذا جنوبا وتتراوح ما بين 41 إلى 43 درجة وتحت الظل على كل من جامينا كذلك نيامي وأيضا الخرطوم بالسودان وقت غروب الشمس
لنهار اليوم إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون على 8:02، ولأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد اللول الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، تذكير ثاني بعد لحظة إن شاء الله، والعودة إلى حبيبة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. شكرا لك زميلي كريم على كل هذه التفاصيل، وكما وعدت المشاهد الكريم بعد قليل ستكون لكم إطلالة ثانية مع الزميل كريم مرزوق. هي السحر حين يبدعه الخالق، هي السحر حين تبدعه الطبيعة، هي ولاية أو مدينة رغم قساوتها وقساوة المعيشة فيها إلا أنها لا تزال تحفظ عادات وأعراف ساكنتها. هي ولاية أيضا ساحرة ببريق رمالها وخضرة واحاتها المتميزة بكرم أهلها. إنها تندوف، كما قلت بريق الصحراء الساحر. تفاصيلها مع الشيخة المحروسة في ركن حكاية حومتي بعد الفاصل. إذن شيخ المحروسة حاضر معنا هذه الصبيحة. صباح الخير. صباح الخير أخت حبيبة، صباح الخير عزيزي المشاهد وكل متفرجين حصة صباح الخير يا جزائر. شكرا لك، يعطيك الصحة شيخ المحروسة. شيخ المحروسة اليوم نسافر للصحراء. شيء وأقصى جميل. الغرب، يعني جنوب غرب الجزائر، جنوب الغربي وبالتحديد تندوف. هي تعتبر ولاية شاسعة من حيث الله يبارك صح، من عدد أصغر ولاية من عدد البلديات والدوائر. تصوري فيها دائرة واحدة وبلدية واحدة، وهي موجودة على غرب جنوب الجزائري ب 1420 كيلومتر، يعني من طول الجزائر إلى غاية ولاية تندوف. وهي منطقة اللي هنا شوفوا على الطريق الوطني، ترحب بكم ولاية تندوف بكرم يعني سكانها حقيقة، وتعتبر هي يعني منطقة شاسعة وجميلة حتى بخضرة الواحات تاعها ورمالها. نشوفوا كذلك المدخل الرئيسي للمدينة تندوف التي راح نشوفوا في معنى التوبونيمي أو أصل الكلمة، ماذا تعني كلمة تندوف. هذه المدينة التي تم إنشاؤها في التقسيم الإداري لسنة 1900 أو مخطط للتقسيم الإداري لسنة 1984، وهي الرمز 37 وتبعد عن الجزائر 1420 كيلومتر، وعلى بشار. هناك اللي شرف عملت فيهم في زوج، كي بشار كي تندوف ب 720 كيلومتر، وعلى أضرار ب 770 كيلومتر، وعلى تمر راست اللي هي اقصى ولايه بالخريطه الجزائريه ب 1475 كيلومتر. الله يبارك، شحال كبيره الجزائر، كبيره. وتوجد ب 50 كيلومتر يعني بعيده عن الحدود، هي منطقه استراتيجيه حدوديه صح، بالصحراء الغربيه ب 50 كيلومتر، و 65 كيلومتر بالحدود الدوله الموريتانيه. وهذا تم تقسيمها، وهي متواجدة على كل حال نشوفوا بالبرتقالي. كل هذه المنطقة مسدودة بمنطقة تسمى المنطقة الشاسعة الصحراوية الصورة، وهذه المنطقة اللي هي جنوب اللي نشوفوا هنا، جنوب الحمادة الدرعة في الشمال وغرب عرك إي جيدي. الحمادة اللي تمتد حتى إلى المغرب، يعني إلى دولة المغرب الشقيقة اللي قريبة لنا. كل هذه تسمى بالحمادة، فيها حتى فيه سهل وجبال، ونمشيت حتى إلى الحدود يعني المغربية الجزائرية أو الجزائرية المغربية. وهنا في العرك كاين العرك إيجيدي اللي متواجد في الشمال، وفي الخريطة نشوفه بالأحمر، والعرك الشاش. وهذه كل منطقة متواجدة في المنطقة الشاسعة اللي تسمى بالصورة إلى أقصى جنوب الجزائر، الصورة الصحراوية. شوفوا كذلك الصورة الموالية، ها هو سهل وجبال الحمادة الدرعاء اللي يفصل ما بين الجزائر والمغرب، يعني في الحدود هو جميل جميل جدا، لأن يعني حتى الصخور. عندي واحد الحكاية نحكيها لك، وأنا كنت مريت بهذه المنطقة فيه صخور عندها لون تاع الشوكولاتة، وجبتها وكنت حطيتها في يعني
في الثلاجة في الجدار. عبالهم في يوم ما الأم تاعي رحمة الله عليها حكمتها قريب خسرت دروسها، يعني كانت عندها عبارة صخور تاع الجبال بالشعر وتندف عبارة على شوكولاتة. وانت شيخ المحوس علاه وضعتها في الثلاجة؟ لأن كنت معول ندير بها حاجة واحد الأمور حطيتها في الثلاجة لأن كانت شابة حطيتها يعني باش نزين بها الثلاجة. هي ماشي غلطتها على بالك. هي يعني لما تكلمتي في المقدمة تاع البرنامج تكلمتي على المناخ خاصة حار وشديد الحرارة في فصل الصيف وخاصة في النهار طقس وجاف كذلك، أما في الليل القارص فيه البرد القارص، الصحراء معروفة بالبرد القارص. كي نتكلموا على المناخ تاع شيخ المحروسة كراك تكلمنا عليه، اليوم الأمس كانت يعني يوم شوية صعيب في ولاية تندوف لأنه ساكنتها يعني شهدت هذيك اللي يقولوا لها بالعامية والله أني خايفة نغلط صحبة. فيها الناقوية ولا الناقوية هي العاصفة الرملية وكانت شديدة البارح، يعني كنا شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله نسأل العافية لكل ساكنتنا بولاية تندوف يا رب. إن شاء الله يا رب. وتعرفي حتى المسافرين حتى يعني التجار اللي مشاو في الشاحنات الكبار يستعملوا زيوت القدام نظرا لزحفة الرمال والعاصفة الرمال والرياح تاع الرمال اللي باش ما تدخلش الى المحرك او الموتور تاعهم، وحتى باش يستعملوا الزيوت على طول كل شكل الشاحنة باش يقدروا يمشوا لان في عاصفة تاع رمال كبيرة، وهذا لما الزيوت هذاك ما تدخلش تمنع دخول الرمال وهذا توقف كل هذا الرمال. وهنا نشوفوا كذلك هذه المنطقة التي في الاسم أو لا توبونومي أو لا إيتيمولوجي الاسم الأصلي لهذه المنطقة، يقول المؤرخ اللي محمود حول محمود على كل أكل حددوا يقول بلي كلمة اللي الأصل تاعها تداف التي تعني الحارس أو برج المراقبة اللي هي لو جيت بلفيدير لا تور دو جيت بلفيدير، هذه المنطقة والتاريخ تاعها تم بناؤها تندوف عام 1852 على يد الشيخ المرابط بالأعماش. بالأعماش في حتى قبيلة اللي هو من قبيلة تاك جنات على كل حال، هي كلمة أمازيغية اللي كانت ساكنة وقاطنة بموقع قريب بالقصر اللي متواجد بالقرن السادس عشر بهذه المنطقة، وموجودة حتى فيه قصبة تحمل تسمية هذا الشخص أو من عرش هذا القبيلة. وهذه المنطقة غنية بالمناجم الحديد على كل حال اللي تبعد على حوالي الحدود الموريتانية ب 200 كيلومتر، وفي حتى ايغودروم يعني محطة تاع قرى جبليات، وفي هذه بغار جبيلات المناجم ضخمة ومهمة في الجانب الصناعة الثقيلة أو الصناعة الحديد أو مناجم الحديد. وشوفوا كذلك الصورة الموالية، ها هي قصبة التي تم تصنيفها في 1999 جميلة جدا، قصبة بلعماش اللي قلنا الشيخ مرابط ولد بلعماش من قبيلة بلعماش. جميلة، شوف حتى الشكل تاعها شكل صح. صحراوي معماري صحراوي على بالك تقول ماشي تاع الصح كيما ويزوروها السواح والله ما تبان، يعني شوف تبان انك بنيتها بالرمال، شتاك القصور اللي نبنوها في على شواطئ البحر هكاك بالرمال تبان هكاك، والله ما بانت لي تقولي تاع الصح. والله ربما تسالي حتى المشاهد يسال الالوان تاع المنازل في هذه المنطقة هي نفسها الوان الرمال، الوان الرمال وحتى عندها اللون أحمر هذا على الحشرات على الحشرات وعلى المنطقة باش ترد حرارة الشمس. وكل هذه المنطقة نشوفوا تسب كبير هذو كان بمجرد احتلال الاستعمار الفرنسي كانت تندوف تابعة لما يسمى بالإقليم لي أو منطقة بني عباس لبني عباس معروفة في بشار من جهة طريق تاغيت، وبعد ذلك أصبحت أقليم عين الصفراء لأن هي ممشي بعيدة على أكبر براج يعني عسكري اللي هو بني ونيف اللي معروف على كل حال، وحنا يعني مشينا وقطعنا كل هذه المنطقة. وبعد ذلك في 1949 أصبحت منطقة تابعة إلى الثورة إلى غير في 9 ديسمبر 1956 تصبح نهائيا ما يعني بلدية
كاملة الخدمات. واحدها جميلة جداً. جميلة. هذا نشوفه واد بني عباس جبت منطقة لأنها هي كانت تبع من كومون ميكس ملتحقة ببلدية بني عباس وتابعة للإقليم عين الصفراء. شوفوا كذلك الصورة. هنا رحنا لأعماق صحراء. هنا البارك أو حديقة طبيعية التراثية الثقافية التاريخية لهذه المنطقة اللي تم يعني إنشاؤها في 2008 وفيها أشكال حجر وفيها حتى قبور معلقة وفيها الديميغاليت وفيها عدة أمور أثرية وفيها حتى النقوش صخرية في هذه المنطقة. شوفوا حتى الرمان حمراء. صح حمراء. وتزيد تشوفها أكثر شدادة الحمورة تاعها مع غروب الشمس. يعني شيء جميل. كل سواح يقصدوه من الصحراء معروفة يعني بالمناظر تاعها الخلابة وفيها قلنا ديميغاليت قبور معلقة. وراح نشوفوا حتى الصورة الموالية تعطيها لنا الأخت. هنا راح نشوفوا هذه الشوكولا اللي حقيقة الشوكولا تاع الفضاء هذه. نشوفوا تكبر لنا الصورة الأخت تعطينا صورة على الحجر ولا لا كاع الصورة سي دي ميتيوريت سكون ابيل دي فراغمون دو كور سيليست اللي كي ترافيرس لاتموسفير من الفضاء ويطيحوا في هذه المنطقة. وفي حتى شوفوا الصورة الموالية في حتى في الجانب الثقافي تبادل ثقافي طرف فيه مهرجان محلي بين قريتين الصحراء الغربية اللي يقصدوا هذه المنطقة. وهذا يكون كل هذا كل عام في شهر ماي كل سنة. وهذا فيه تبادل ثقافي ما بين الشعوب ما بين منطقة الصحراء الغربية المجاورة الحدودية ومنطقة تيندوف. ربما يكون ثقافي ويكون تجاري أيضا. تجاري يكون فيه تجاري في أسواق في التجاري. وهنا نشوفوا فيه يعني جماهير كبيرة تقصد هذه المنطقة ويعني في تكون في شهر ماي يعني في البرودة في بداية فصل الربيع. شوفوا كذلك الصورة الموالية هذه واحات اللي كنت ذكرتيها في بداية الحصة واحات وحتى فيها مناطق خضراء خلابة أكيد في المنازل والله تحس بواحد الراحة ما تحس بها في التل. هادو من أحياء تكون من زوج أحياء اللي هي بالعراق وتنشنت وأم المشار المعاش على كل حال عشار أم العشار أم العشار على كل حال فيها أسواق وهادو أحياء رئيسية وتلعب دور كبير في منطقة مدينة يعني تيندوف وهذا شارع رئيسي يدي من طول المدينة إلى غاية غرب أو شرق المدينة. شوفوا كذلك الصورة الموالية تكبيرة الشاي بالنعناع التي ألامونت كما نحبوه تعي تحضرون تاو صح أهل الصحراء يعرف هم أهل الاختصاص كل هي فيها أكلة يعني حوست على الصورة تاعها ما صبتهاش وأنا جبت على شكل الحزوكة. الحزوكة الحزوكة هي أكلة شعبية معروفة بهذه المنطقة وتستعمل كذلك في افتتاح السنة الأمازيغية يعني بهذه يناير على كل حال أو النار وكل منطقة تسمى تسمية السنة رأس السنة الأمازيغي. ونشوفوا على بالك بالنساء الصحراويات إلا ويدهم بالحنة فربما حتتسائل لماذا فتل النساء منزل لأن في الصحراء يقول اليد اللي فيها الحنة تكون حنينة على حسب الصحراء الغربية كل يكون حنينة. وهنا الحنة نديروها غير في المناسبات رغم أن نحبوها لكن نديروها غير في المناسبات لأن الأصل تاعها من مكة حنا ولهذا تقول حنينه جات بالمكه المكرمه حتى كيكون يقدموا يقولوا حنا يا حنينه لانها والمكه المكرمه من مولدها الرسول عليه الصلاه والسلام افضل الخلق يعني المكتوب في عرش الرحمن لا اله الا الله محمدا رسول الله على كل حال ولهذا قولوا حنا نحنوا فيها في الاعراس وكلش. والرقيبات هنا شوفوا لعبه بالحطب يسمى بمنطقه الصحراء كل منطقه تسمى بمنطقه أو لعبة الرقيبات وهي نزيهة يعني واحدة لعبة جميلة أنا لعبتها لازم لما ترفد الحطبة ما تقيش ما تزغوتش كنا نلعبها بصفة أخرى في التل بالقصب تاع يسمى بالقصب
البومبو في العاصمة البومبو. على كل حال هما رقيبات هذا يلعبوا خاصة النساء لما يتفرغوا من الأعمال أشغال يلعبوا غير النساء ما يلعبوش الرجال يلعبوا حتى الرجال ما يلعبوها لما يتفرغوا من الأشغال تاعهم جوزوا بها الوقت وهي جميلة تشوف عندهم واحد الحكمة كيفاش يرفضوا هذيك الحطبة بدون وهذا باك ناس تركيز لازم تركيز هذه ربما لعبة لكن أكيد أنه يتعلموا منها الكثير ناس الصحراء ناس الرزان صح تقال ومحافظين ويسون تخي كالم صح البيئة ديالهم البيئة تساعد على هذا ما يتنابزوش ويقولوا بأنهم يأخذوا بزاف لوتي ولوتي يساعد في أمر التهدئة خاصة بالنعناع قلت هما يستهلكوا بزاف النعناع ويلعب دور في الأمراض مثل أمراض السرطان صح يعني التوقيف أمن فلربما هذا ما جبناه لكم في كل ما يخص منطقة كاين ايضا شيخ المحروسه تندوف معروفه بواحد التظاهره تظاهره هي سنويه في ولايه تندوف اللي عيطوا لها معروف سيدي بلال معروف سيدي بلال هذه التظاهره اللي هي تطورها المغزى منها هو مغزى ثقافي سياحي ديني اكيد الهدف ديالها اكثر هو الترويج للسياحه والثقافه المحليه والحفاظ على التراث لانه الميزه تاع هذه التظاهره انه يجتمعوا كلهم في ساحه المدينه ومن بعد حتى كيتناولوا الطعام يتناولوه في طبق واحد في العاب ألعاب رياضية في سباق للإبل وغيرها يجوهم من الولايات المجاورة وخاصة ليكونوا هما سكان مدينة تندوف يعيطوا لها معروف سيدي بلال معروف سيدي بلال المعروف يعني المعروف المعروف كما احنا نقولوا المعروف ولا الوعدة تاع ولاد سيدي الشيخ ولا تخرج المعروف هذا معروف الوعدة كلش وشي الغريب في هذه المنطقة لما تكلم مع السكان يقول لك راني هابط البشار تقول راهو هابط على 5 دقائق وهي 720 كيلومتر تقول كي تقول لك نروح نعاود نولي وماليهم والفوا تعودوا على هذه المسافات لانه الله يبارك الولايه شاسعه راك تقول تبعد على ولايه بشار ب 720 واضراس 770 وتمرس 1475 كيلومتر هذه هي هما والفوا وربما كاين حاجات ما يوجدوهمش في المدينه تاعهم ولا في الولايه تاعهم مضطرين انهم يتنقلوا للولايات المجاوره حتى يقتنيوا الحاجيات ديالهم التحم. لهذا هذا الشيء اللي خلاهم يتعودوا على المسافه منطقه سكنها كرماء بزاف الله يبارك بزاف. ان شاء الله يا رب يكونوا يحضرونا في هذه الصبيحه نسلموا عليهم بزاف. واكيد انه شيخ المحروسه بحديثه على ولايه تندوب زاد حمسنا وشوقنا اننا عندي فضول اني نزور الولايه انا اول منطقه اللي زرتها زرت سوست لو سون دو ترانزيت كان على كل حال في هذاك المنطقه اللي متوجد بمنطقه عسكريه تماك كنت زرته بمنطقه تندوب وانبهرت كثير 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 رغم انها كانت في سنوات الثمانينات على كل حال وهي المنطقه تابعه للناحيه العسكريه الثالثه على كل حال وشيء يعني جميل جميل فيها لما كتقضي تشوفي عاصفه الرياح تشوفي كان الجبال تتحرك مع الرياح والرمال هذا ان شاء الله نزيد ونزودوا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ونزوروا سكانها ان شاء الله ان شاء الله يا رب امين يا رب العالمين شكرا لك يعطيك الصحه شيخ المحروسه اذا كانت هذه جوله في ربوع بلادي شفنا اثار خالده شفنا صحراء يعني جميله وساحره قصور نادره ومخطوطات نفيسه كل هذا في ولايه تندوف نبع الثقافه نادره بهذه المنطقه في بناء فيه اسماء نادره ان شاء الله نطرقوا الموضوع هذا تاع الاسماء النادرة في المناطق الأخرى سوف في عند الذكور أو الإناث أسماء نادرة ماذا بيا أنا عندي فضول نحبها نحبها كما التين هنا بتمرس اسم نادرة على صح. كل حال راح نطرقوا إلى هذا المواضيع إن شاء الله يعطيك صحة شيخ المحروس على كل هذه التفاصيل تلقوا بك الأسبوع القادم بحول الله جمعة مباركة شكرا لك يعطيك صحة كالعادة وكل عوايد شيخ المحروس كل تلفزيونات كل إذاعات الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والله ولي الصالحين شكرا العفو شيخ المحروسة هديتنا ليك ولكل المشاهدين وخاصة أهلنا بولاية تندوف واحد من مشايخ ورواد الأغنية الشعبية واللي كان ليه الفضل أيضا في صنع مجد الأغنية الشعبية حجم رزق ولا حجم نور حجم نور ولا حجم رزق نكتشفوه مع بعض ونعاودوا بعدها حجم نور 1913 ولا حجم رزق 1912 الله يبارك أنا ما أعتقد حجم نور حجم رزق توفى ليلة الجمعة ليلة السبت
بلا والحسن جزية وليلة. إذن برنامج صباح الخير يا جزائر يومي الجمعة والسبت يمتعكم دائما بأغاني من الزمن الجميل. بديناها اليوم بهذا النغم للحاج منور رحمة الله عليه، ونعدكم بالكثير فقط أوفياء لنا إلى غاية الساعة العاشرة بحول الله. كريم مرزوق في إطلالته الثانية بعد الفاصل. تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. مرة أخرى مشاهدينا الكرام أسعد الله صباحكم، جمعة مباركة للجميع. إذن أمطار تحت وقع الرعود خلال نهار اليوم إن شاء الله تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى المرتفعات. حتى مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه خلال هذه الصبيحة عن تواصل لتساقط الأمطار ضمن التيارات جنوبية غربية مضطربة. إذن تحت وقع الرعود مرفوقة بحبات من البرد على كل من السواحل وحتى المرتفعات على ولاية تلمسان، كذلك ولاية وهران، مستغان، مشلف، تيبازا، العاصمة، بومرداس، بيجاية، كذلك على المرتفعات الداخلية على كل من البيض، نعامة، سعيدة، كذلك تيارت، وأيضا المرتفعات الداخلية الوسطى على كل من الجلفة، الغواط، كذلك المسيلة، المدية، عين دفلة، وأيضا برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، كذلك الولايات الشرقية الداخلية على كل من قسنطينة، باتنا، قلمة، حتى على ميلا، إذن أم البواقي، كذلك أمطار تحت وقع الرعود إن شاء الله. لا عليكم إلا بأخذ الحيطة والحذر. أما عن المناطق الجنوبية أجواء شبه رعدية على شمال الصحراء، منطقة الصورة، كذلك ولاية تندوف، مرتفعات الهوغار والطاسي، ليزا وبيرملية، ستنشط على منطقة الواحد. درجة الحرارة ستعرف تراجع خاصة المناطق الوسطى والغربية، نرتقي ب 24 درجة على العاصمة، كذلك بومرداس والتيبازا، 26 درجة على وهران، مستغانم وحتى على عين تيموشن، 28 درجة على تلمسان، نفس المقياس على غليزان، معسكر وحتى على شلف، 27 درجة على تيزي وزو والبويرة. تبقى تفوق المعدل الفصلي على الواجهة الشرقية، مقاييس ما بين 30 درجة على السواحل لترتفع لغاية 35 درجة على المرتفعات، 40 درجة على غردايا، 46 درجة طقس حار سيميز كل من أدرار، تيميمون، كذلك رجان وأيضا إن صالح، برج باجي مختار، إنجزام، 39 درجة على تمن راست وجانات، ولن تتعدى 35 درجة على كل من بشار، كذلك بني عباس وولاية تندوف. البحر خلال نهار اليوم إن شاء الله يبقى قليل اضطراب على كافة السواحل، رياح معتدلة ضمن تيارات غربية تماما على السواحل الوسطى، تميل إلى شمالية غربية على الواجهة الشرقية، لكن شمالية شرقية على الواجهة الغربية لن تتعدى 40 كيلومتر في ساعة. خلال هذه الصبيحة رؤية متوسطة مع تواجد الضباب الكثيف إن شاء الله. أما عن أحوال الطقس خلال نهار اليوم على بعض عواصم شمال إفريقيا، أين الأمطار كذلك على طرابلس، وأيضا أجواء غائمة، أقول أمطار على الرباط، أجواء غائمة كلية على طرابلس، نفس الأجواء على العيون والمحتلة وكذلك نواقشط، أجواء مغشاة جنوبا على كل من جامينا، نيامي والخرطوم، أجواء مشمسة على القاهرة، درجات الحرارة تصل 33 درجة على تونس، نفس المقياس على القاهرة، 22 درجة على الرباط، 28 درجة على العيون المحتلة، نفس درجة الحرارة على طرابلس، ترتفع إلى غاية 43 درجة وهذا على نيامي. وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 8:02. ولأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية التي دائما تبقى في الخدمة. أشكركم على المتابعة، يومكم موفق، تقبل الله صلاة الجميع، جمعة مباركة، والعودة لحبيبة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا لك زميلنا كريم مرزوق على هذه التفاصيل. تلقوا بك غدا بحول الله في نفس البرنامج، برنامج صباح الخير يا جزائر. قبل ما نستقبلوا أركان البرنامج اللي تعودتوا عليها في برنامج صباح الخير يا جزائر يوم الجمعة، نخليكم مع هذه اللقطات الفكاهية ونعود له بعدها.
يا راجل، حبست الطوموبيل قدامنا، حبست. شوف حميد، مراد ما يسمعوكش، ما يسمعوكش. حميد مراد ايوا قيلا مشي هما هذو اللي راني نشوف فيهم انا. لا لا هما حميد مراد. يما جبناها يا حميدة. شحال شابة شوفة يما، قبل ما تفرحي سنة حتى تشوفيها في النهار. أنا سمعت لها طبطب قبيل. بابا هذاك بو دي شابمون جارنا من بعد هو يسقم دي شابمون. ايه وانت علاش ما صونيتش؟ كلاكسون ما يمشيش. ربحتها سيا هلا نسوق ناسي اسمها كلاكسون ما يتمشاشات. بابا كاين حوايج صغار ومن بعد جارنا هو يشوفهم. واش من مركه الطونوبيل خويا حميد؟ المهم الطونوبيل تتمشى. انا راني حابه نروح نحوس ودرك. خويا حميد تعش لينا نحوسوا شويه. استناو غدوه. لا لا درك. علاش غدوه؟ لي فار تال ما يمشيش. الفاروسي ما يتمشاش السي. هذه مليحه بزاف السي. هيا هيا حلي الباب. حل حبسي ما تحل من الداخل. هاني نشوف ما حبسي تحل ثاني من الداخل. هذا السوق السي. هيا 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 دوري ركبوا 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 ما تديروا لناش. لا 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 12 تاع الليل الناس تفرج فينا. ركب دخل. هيا ركب. هيا واسي تعال. شوف السي ما رد بالك يرحم والديك البيوز ثبت روحك. تعال ثاني بعيد الشاطئ اللي احنا فيه كاش من في راسنا. علي ساي ساي دي مراجع يا سي. يلا كل على ربي. خساره ما يقدرش يصوني. خساره خساره. فهمنا هكذا في الروتور. انا اللي نسوق. انا نقول لك الدنا ما عندكش البيرمي ما تسوقش. على 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 والله نعرف سوق على الدنا لهيه. علاش الدنا؟ انا نقول لك امشي. علاش علاش والله نعرف سوق على يما. لو كان مشينا والله ما كان راح يشريها. حميد خلي اخوك يسوق شويه. هبلتي بلا البيرمي حبيتي باسينا. اسمع اسي ديجا الطوموبيل راهي كوازيو دوك تكملوا عليها انتم. بوها عليا بوه. يما سمعت حاجه تكسرت وقيل الفولون. امشي امشي ليه؟ بشاف مطرطه قاسي. هذه عين طرطقت فينا. يا وختي يا وختي. امشي انا نقول لك فتح راه. اي امشي. جدو واش بيك جدك؟ واش بيك واش بيك؟ ديرنا في البخت في الموني معنا. زعما علاش ولا غنكسرها؟ شي تكسرات. طوموبيل. مسها شوف مسها. نضربك ندوخك انا. القطبة. هاي هذوك واش سنا باش طلعوا؟ حل باب. هاي اطلع بابا. لا لا ما تديماريش حتى تشوفوا واش اللي تكسرنا هذا. هاي اطلع برك. قلت لك حتى نشوفوا الفيريفيكاسيون تاع واش تكسر دروك. بابا ما تكسر والو. هاي اطلع. هذا كوراج ولا خليني؟ قولي له قولي له واسمعتي. ما سمعت والو. قلت هكذا برك باش نخوفهم ويحبسوا من الدواس. تي تخوفيني انتيا؟ هيا خلي الطفله ترونكي. ليا لو كان غير جرنا الميكانيسيان يجر به النينه منها. يا اخي جن يا اخي. شوف خوك شوف ظريف وسنديد ويقادر والديه. كي كنت نقرا انا وياك في مسجد واحد كنت نحشم نقول لهم بلي انا وياك فاميليا واحده. اخدش انت بوغوس انت في هادي. عندك الحق يا وليدي. إذا صباح الخير وصباح الثقافة. صباحكم جزائري يضيء ويشرق بشموع الثقافة العلوم والفنون. صباحك سعيد لينا بالعيد. بعد الفاصل
صباحك سعيد، صباح الخير لينا، صباحك ثقافة. صباح الثقافة لمشاهدينا الأعزاء، وصباحك سعيد حبيبة. شكرا لك، يعطيك صحة لينا، تفضلي. شكرا مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير عليكم، أهلا بكم إلى موعدكم الثقافي الأسبوعي لنقل لكم من خلاله أهم النشاطات الثقافية والفنية. مشاهدينا الأعزاء، كنا من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر احتفلنا باليوم العالمي للطفولة معكم، والنشاطات اللي قدمتها وزارة الثقافة والفنون والمؤسسات ودور الثقافة عبر الوطن للأطفال مازالها متواصلة، وفيها نشاطات ترفيهية وثقافية عديدة ومتنوعة رحين نتعرفوا عليها اليوم. وأول النشاطات اللي رحين نتعرفوا عليها اللي راهو يحتضنها قصر الثقافة مفدي زكريا هاد الأيام، واللي راهي متواصلة إلى غاية 15 من شهر جوان، وفيها العديد من الورشات التكوينية لفائدة الأطفال والنشاطات التثقيفية في مجالات متنوعة وعديدة. يلا بدون إطالة نحو نتعرفوا عليها في هذا الروبورتاج ثم نعود. في شهر الاحتفاء بيومهم العالمي، أطفال في عمر الزهور يلتفون حول هذه الورشات التكوينية بأنامل جميلة، يبدعون في عالم الرسم والألوان. ملاك واحدة منهم قدمت إلى هنا للاستفادة من هذه الورشات رفقة معلميها وصقل موهبتها في مجال القصة المصورة. جيت على جل مجلة غميضة باش ندي الجزء الجديد، وعلى جل النشاط الترفيهي هذا خاطر أنا نحبها بزافة، عم يعلموا فيا ندير قصة مصورة. ما يخص هذه الورشة، ورشة اسمها تمهيدية فقط للأطفال للشريط المرسوم، نعرفوهم شريط المرسوم ونفهموهم بالفرق بينه وبين القصة تختلف، وأن شريط المرسوم الأطفال يساعدهم على الحوار بس فيه حوار وفيه الرسم، تنسيق بين الحوار والرسم وكيفية يساعدهم على التواصل، سخط التواصل بين الأطفال، وهذه النشاطات قاعد تساعد على تنمية المواهب الطفل. من القصة المصورة إلى الشريط الموسومي وأدب الطفل، ثم عالم الفنون والموسيقى. من هنا تسافر أجيال المستقبل إلى أبعد حدود المعرفة والتثقيف. تنوعت الأركان والمجالات، والهدف واحد، صقل المواهب الطفولية وتنمية قدراتهم الثقافية والإبداعية. أنا كأم نحب دايماً نشارك، نخلي بنتي تشارك في هذه التظاهرات، عندها ديجا مشاركات متعددة، كل ما يكون كاين معرض للأطفال، هي من سن 5 سنوات وهي تذهب للمعرض الدولي للكتاب، يعني اعتادت على مثل هذه التظاهرات. هذا ينمي الفكر تاع الطفل الصغير ويخليه يخليه يسرح ويروح بالفكر تاعه لأشياء عديدة ومتنوعة. فعاليات ثقافية فنية علمية وترفيهية، مسابقات فكرية، ونشاطات تتواصل لفائدة براعم الطفولة يحتضنها قصر الثقافة مفدي زكريا في فضاءات الثقافة والفنون. احتفالا باليوم العالمي للطفولة تنظم وزارة الثقافة احتفال يمتد من تاريخ 1 جوان إلى غاية 15 جوان بقصر الثقافة مفدي زكريا. كذلك البرنامج مختلف نوعا ما، ابتعدنا عن أمور الألعاب اليدوية فقط، ولكن هذه الأيام الوطن اليوم العالمي للطفولة يمتاز بالمهارة، بالألعاب البيداغوجية، بالمهارة الذكاء بالنسبة للطفل، نلتمس فيها نستوعب فيه كل الأمور الاستثنائية التي تميز الطفل العربي والعالمي بصفة عامة. هناك اليوم ورشات متنوعة تثقيفية تربوية. إلى جانب غرس الروح الفنية وربط الطفل بهويته الثقافية وتنمية الإبداع والابتكار لديه، هنا يتمكن الطفل من التفاعل والاندماج مع محيطه الاجتماعي والثقافي، وينمي قدراته في فنون المخاطبة والتواصل.
هي برامج شيقة وبرنامج متنوعة مشاهدينا الأعزاء، متواجد بقصر الثقافة مفدي زكريا، راح يتواصل كل يوم ثلاثاء مساء. تتواصل هذه الورشة التكوينية وأيضا عروض بهلوانية وعروض فكاهية لفائدة الأطفال، فبإمكانكم أنتم أيضا اصطحاب أولادكم والذهاب إلى هناك إلى قصر الثقافة مفدي زكريا. والنشاطات الخاصة بالطفولة وبأطفالنا متواصلة عبر كل ولايات الوطن، مختلف المؤسسات الثقافية، مختلف دور الثقافة تنظم نشاطات وعروض متنوعة لفائدة الأطفال، منها الأيام الصيفية التاسعة لعروض الأطفال التي تعود هذا العام بدار الثقافة لولاية المدية لفائدة الأطفال المتواجدين بالمدية، فيها عروض فنية تربوية ترفيهية متنوعة ومسابقات بإمكانكم المشاركة فيها أنتم أيضا، متواصلة إلى غاية 16 من شهر جوان إن شاء الله. نروح مشاهدينا الأعزاء إلى موعد ثقافي آخر وإلى نشاطات ثقافية أخرى دائما خاصة بالفن والثقافة والطفولة. الصالون 24 للطفولة يتواصل إلى غاية 16 من شهر أجوان الجاري بولاية الوادي بتنسيق مع جمعية أحلام ونادي أحلام الطفولة بدار الثقافة، يتضمن مسابقات متنوعة منها مسابقة لأحسن موضوع وأحسن رسم ومعرض الرسام الصغير، فإذا أولادكم عندهم مواهب متنوعة في مجال الرسم بإمكانكم المشاركة، خاصة أنه الرسم أصبح يساعد الطفل على تنمية قدراته الفكرية وعلى تنمية قدراته على التواصل وللتواصل أكثر مع هاد دار الثقافة المتواجدة بولاية الوادي بإمكانكم التواصل معهم على الصفحة الرسمية لهم على الفيسبوك وإيداع أعمال أولادكم والمشاركة في هذه المسابقة. نروح الآن إلى نشاط ثقافي آخر أو إلى مسابقة أخرى دائما خاصة بأطفالنا حتى نكتشفوا مواهبهم، مسابقة اكتشاف المواهب براعم مكررة تحت شعار شاركنا موهبتك، تتواصل إلى غاية 10 من شهر أجوان الجاري بولاية سيدي بلعباس خاصة بالأطفال المتواجدين بولاية سيدي بلعباس. إذن للراغبين في المشاركة ما عليكم سوى إيداع فيديو قصير في مجال الذين ترغبون في المشاركة فيه، والمجالات عديدة ومتنوعة منها الغناء، الموسيقى، الفن التشكيلي، الفوتوغرافيا، الإنشاد الديني والشعر والقراءة، كل هذا لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 10 سنوات، وستشرف لجنة متخصصة في الفن والتمثيل على انتقاء هذه المواهب واختيار المشاركين الأفضل والناجحين في المسابقات. نروح الآن إلى نشاط ثقافي آخر دائما فيما يخص الطفولة والأطفال والفن لفائدة الأطفال دائما، لأنه فنانين اليوم الأطفال هما اللي راح يكونوا فنانين الغد. إذن جمعية نوميديا الثقافية بالتنسيق مع دار الثقافة محمد بضياف برج بوعريريج ينظمان جائزة الطفل المبدع في طبعته الثالثة اللي راح تتواصل إلى غاية 15 من شهر أجوان الجاري في فئات متنوعة، جائزة الرسام الصغير، جائزة الممثل الصغير، وجائزة المصور الصغير وغيرها من الفئات، يعني راح تضم مواهب متعددة ومجالات متعددة. وأنتم أيضا إذا حبوا أولادكم يشاركوا في هذا المسابقة بإمكانكم فقط التواصل مع صفحاتهم على الفيسبوك، صفحة جمعية نوميديا الثقافية أو دار الثقافة لمحمد بوضياف برج بوعريريج، وهكذا راح تمكنوا من إيداع أعمال أولادكم وراح يشاركوا في هذه المسابقة. مشاهدينا الأعزاء كانت هذه مختلف النشاطات والمعارض اللي متواصلة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. أجندتنا الثقافية اليوم كانت مخصصة للثقافة والفن في أوساط الأطفال. شكرا لكم على المتابعة، أتمنى لكم جمعة مباركة. أما الآن أعود إلى حبيبة.
شكرا لك زميلتنا لينا بالعيد على الإطلالة الصباحية الثقافية اللي كيلقاك المشاهد الكريم. الاثنين المقبل في ركن جاليتنا والجمعة المقبل بحول الله في المفكرة الثقافية، هي لعبة جزائرية تراثية قديمة وقديمة جدا يحبها كل الجزائريين، يقولوا عليها زينة القعدة الجزائرية. نكتشفوها مع بعض مع الزميلة ياسين يا حسيني في تراث بلادي بعد الفاصل. صباحك سعيد يا سينيا. صباحك سعيد حبيبه، واش احوالك؟ الحمد لله وانت؟ الحمد لله الصحه لاباس. والله الحمد لله. كي نكونوا هكا ملمومين في قاعده ثقافيه من جهه واخرى تراثيه والعوده الى الاصاله الجزائريه. نعم كاين صله، فاكيد نكونوا لاباس خاصه في الجمعه. شكرا يعطيك الصحه. يلا انت كنت مهدتي زميلتي حبيبه الموضوع اليوم، هي حقيقه لعبه جزائريه اصيله وتراثيه. راح نتكلموا اليوم عن البقاله، وشكون اللي ما يعرفش لعبة البقالة، خاصة في مناسباتنا الدينية في رمضان، في شهر رمضان. عادي باش نربط. مهم جدا انه نلعبوا في سهرات رمضان بالبقالة. صح. ملك خاصة النساء اقعدوا معنا وعقدوا، لخاطر اكيد حتكون كاينه هناك بقاله مع ضيفتي الكريمه لهذا الصباح اللي حتفصلنا وتفسرنا اكثر في موضوع البقاله وتاريخها. هي السيده بن سالم منيره، مهتمه بالتراث وايضا مديره لوكاله تنظيم تظاهرات ثقافيه علميه اقتصاديه وحتى رياضيه. صباحك سعيد سيدتي. صباح الخير عليكم. صباح الخير. صباحك سعيد. صباح الخير. صباح كل المشاهدين والجزائريين بكل، ونشكركم على الاستضافه اللي اهتميتوا بها اللي عرفتوني. نشكركم. متشرفين احنا، متشرفين وخاصه الناس اللي مالفه انه ترسخ مثل هذه الثقافه الجزائريه ولا التراث الجزائري، ودائما تحب انه تروج لها على مستوى المحلي وحتى الدولي. فاكيد احنا مهتمين بمثل الناس اللي كيما انتم، اللي اكيد من خلالكم حيكون استمراريه للتراث الجزائري ان شاء الله. موضوعنا نهار اليوم مشاهدينا الكرام قلنا عن لعبه البقاله. احنا ماذا بينا ومن خلالك انه نعاودوا نرجعوا الى الزمان ونكتشفوا هذه اللعبه، يعني كيف كيفاش جات، يعني مصدر ديالها. وهي لعبة ليست هكذا وفقط، لأنه تحمل كلمات وموزونة أيضا. نعم وتحمل حكمة جميلة حكمة جدا. بالطبع هي هذه البقالة، يعني احنا من نشفوا على روحنا مامنا في العائلة تاعي من كنا صغار نشفوا البقالة هذه، اسمها شغل قعدت لنا في الدهن تاعنا في الاخر، شغل ما نقدروش نستغناو عليها. البقالة هذه، البقالة هي كانت من العهد العثماني، يعني من زمان من العهد العثماني كانوا هاد البحارة الناس العثمان في القصبة كانوا يروحوا لبحر، يروحوا لمدة طويلة، يعني مدة زمنية طويلة. ونساتهم جاتهم فكرة، نسا باش يديروا هذاك الحزن وهذاك الابتكار تاع رجالهم كيروحوا يبطاو يخافوا ما يوليوش، جاتهم فكره شغل هي لعبه صح، هي الاصل تاعها شغل هي لعبه. ومن بعد ولد داروا فكره يقعدوا يديروا شعار، يهتموا شعار، يديروا امثال كامل. ومن بعد ولات بقاله، هي البقاله هذه واش الاصل تاعها من البقال، يعني الاسم بقال مستوحى من البقال. من البقال، البقال هذا وعاء، بقال قلة، بقال هذا واش يديروا فيه هذوك النساء يقعدوا، هما شغل الابتئاد داك الحزن تاعهم كاع، هذاك البقال واش يديروا؟ يجيبوا خواتم تاعهم يحطوهم كاع في هذاك البقال. ومن بعد واش يديروا؟ من بعد كل وحده تجبد خاتم وتنويها، زعما هذاك الخاتم كي تخرجوا تنويها بقاله. هي علاش تسمات بقاله؟ هي المشتق تاعها من بقال. كل وحده تحط الخاتم وبعد وليت شغل ولات بقاله. تسمى هادوك باش يديروا شعار، هذيك البقاله ولات تنحي لهم هذاك يديروا الامل، هي عاش يقولوا الفال هي فال منيح. من خلالها من خلال يتأمل الامل، يقعدوا يتأملوا الامل، كل افكار ايجابيه، خاصه أفكار. انه ازواجهم ما كانوش موجودين معاهم انذاك طبعا هي. وكل وحده واش تنوي الفال هذاك، على كل وحده واش حاجه اللي راهي نويتها. ومن هذاك من هذاك العهد العثماني البقاله، يعني شغل ولات من التراث،
حتى ولات في الجزائر من في القصبه يعني شغل ملات من هذاك العهد ولات البقاله شغل لعبه ولا ولات تاريخيه شغل عندها اساسيه ولات شغل عاده تاريخيه ومن بعد ولات في العهد في الجزائر الجزائريه تاعنا يعني بالطبع ولاو يعني مهتمين بها ولات خاصه في شهر رمضان النساء تاعنا في شهر رمضان باسكو السهره طويله قعده لاتاي وشغل يجوزوا وقت هكذا ولات يديروا البقاله هذه من هذاك الوقت حتى ولات اسمها البقاله هي الاصل تاعها من العهد العثماني ومن بعد ولات للجزائر وحتى ولات موجوده في الجزائر للاسف ربما التاريخ المضبوط لظهور البقاله ولا من اول اللي قالها ولا من اول اللي ابتكر هذه اللعبه حسب المصادر ما فيش معلومات كثيره ما فيش معلومات وهذا يعود في اغلب الاحيان اغلب المراجع يقول لك انه بسبب الاستعمار الفرنسي كثير من هكذا مصادر تم اتلافها نعم تم اتلافها خاصه لتروج للثقافه الشعبيه الجزائريه لانه هذه ثقافه شعبية شفوية أيضا ولكن هناك أستاذة كانت قامت بكتاب عن لعبة البقالة اللي هي فاطمة دلمي كانت جسأت أو أعطت معلومة عن المصدر تاع البقالة أنه مقسمة إلى كلمتين بقالة بو أب والقالة حامل البقالة وبالتالي جات البقالة احنا ماذا بينا نعرف الآن بين بقالة الماضي والطقوس ولا خلينا نقولوا المعايير باش تكون كاين بقالة زمان والآن أنا نشوفه بلي كاين اختلاف في البقالة صح أنه بقات هذه العادة ولكن قليلا ما عادتش تخضع لنفس المعايير ولا وش لازم يكون باش يتم هناك بقالة نشوفوا هذا الاختلاف معك هي زمان باسكو الناس تاع بكري فيهم النية سورتو خاصة الأمهات تاعنا يعني شغل عندهم النية كي يقولوا بقالة شغل ذاك النهار شغل حاجة كبيرة حيديروها صح شغل يقعدوا يديروا لها الأهمية يعني شغل وماشي في الليل السهرة ماشي أي وحدة اللي تقدر تقول البقالة إيه هي خاصة هما كانوا ناس بكري يعني زمان هي الكبار وحده كبيره في العائله هي اللي كانت تهضر تقول البقاله ماشي اي وحده اللي تجي تقول البقاله وحده زعما صغيره هكذا هي شغل تقول البقاله حنا صح تربينا على القعدات تاع زمان وسختو الوالدين تاعنا شغل كانوا يديروا قعدات شعبيه موسيقى البقاله وحنا نسمعوا لهم ملي كنا صغار بصح نهتموا بها باسكو هذيك المراه الكبيره كي تحكيها شو نقعدوا كاع نخزروا فيها نميزوها كيفاش تقولها كيفاش وشغل تجينا هذاك الخوف هذاك شغل البقاله فيها احساس فيها وبكري كانوا يديروها كثر في الليل زعما يديروا شاشيه العازب كما يقولوا شاشيه احنا بكري صح كانت بقال ومن بعد ولاو يديروا شاشيه العازب شاشيه شغل طربوش يديروا خواتم اسم الخواتم ويديروا البقال كل وحده تنوي ومن بعد ويخرج زعما نقولوا زعما كي تنوي بقاله هذيك يديروا ينويوا هذه حاجه يخرج زعما هذيك البقاله زعما تولي ويله تسمعي هذيك تولي هذاك هو الفال يقول لك هذاك هو الفال ويسمع وصل نص الفال ومن بعد علاش زمان العجايز بكري تاعنا كانوا يقولوا يا فال يا فلفال ويا فتح القفال اللي نحبوا جيبوه لي مين كان ثم بكري كانوا ينويوا هكذا هذه البقاله كانوا يديروا لها الفال علاش يقول لك يا فال يا فلفال وفي البقال كانت يعني يديروا فيها الماء يديروا فيها الماء الخواتم الطربوش على ما اعتقد ما يعمروهش بالماء يعني على هذا هو الاختلاف البقاله زمان كانت بقاله تاع الطين اللي بالطين هذه هي نعم ما حتى بالامازيغيه بالقبائل يقولوا البقال هذه البقاله لا الطربوش ما يديروش الماء صح الطربوش يعني ما يديروش الماء هذا هو الاختلاف يديروا خواتم برك يعني شويه حداثة فيها لكن تاع الصح هي هذاك البقال اللي بالفخار يعمروه بالماء يحطوا الخاتم ولا يحطوا اي حاجه تكون عندها صله حتى من قوشه ولا المهم حاجه تكون صله بهذيك الفتاه باش كي ترفدها ومن بعد تسمع الفال ديالها ولا البقاله ديالها وهي وزهرها وهي وزهرها ونظن انه عندنا زهرك ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله الفتيات الجزائريات ان شاء الله يا رب البقاله
لو نتعمقوا في كلماتها نشوفوها انه تحمل ابيات شعريه نوعا ما، عندها قافيه، يعني كلام موزون وكلام كثير يشبه ربما الشعبي الاندلسي الحوزي، يعني نشوفوه باللي فني ونشوفوا انه من خلاله انه نساء زمان ما شاء الله عليهم على الرزانه والثقافه والكلمات المرموقه اللي كانت تستخدم آنذاك. كثير اللي يقول لك انه البقاله مستوحاه من الفن الحوفي، هو الفن ربما اذا تعرفوه فن كان في ظل الامتداد او العهد الزياني، واللي تميزت به تلمسان او العاصمه عاصمه تلمسان لانه هي كانت عاصمه الزيانيين، والان وجدوها في البليده ولا وهران. والحوفي كثير يتشابه مع طريقه كتابه البقاله. انا نشوف فيها جبتيها يا سينيان، انا جبتها باش يكون عندكم في الشباب اليوم هيا عقدوا عقدوا. اكيد سيده منيره راح جبت لكم بقاله، جبت لكم بقاله في الاخير. قلنا انه هو مستوحى من الفن الحوفي، خاص لكن الاختلاف الوحيد انه الفن الحوفي نغنيوه يعني بالموسيقى والالات، والبقاله تحكى هذا بدون لحن، يعني بدون لحن. والنساء كانت يقال انه اذا توافقين الراي سيده منيره انه هذا الالهام تاع هذه الكلمات كي كانوا يخدموا الشغل شت احنا بكري يغنوا جداتنا ولا يروحوا للوديان ولا الانهار وما يديروا الشغل والغسيل. شوفي احنا دوكا كي نغسلوا ولا نتجراو برك، بصح بكري كانت عندهم ثقافه رزانة عندهم يقصروا فيما بيناتهم بابيات شعريه ما شاء الله، ونها ما طلعوا السطوحه ونها ما حطوا البحر. لكن اغلبيه البقالات يما كاني تقول يما ما عندهاش بزاف، يعني دوك كبرت شويه مازالها تحكي لك على زمان والقعدات يخدموا شغل بالغنى يغنيو باش ما يملوش هذاك الشغل هذاك، يغنوا باسكو باش يجوز الوقت هذا يغنوا ومامتو تريح روحها نفسيا تريح روحها، شغل يتغني ومامتو يخدم شغل تما. يعني عندهم كانت عندهم ثقافه، يعني من زمان النساء تاعنا كانت عندهم ثقافه، يعني كانوا مهتمين بالثقافه، كانت عندهم لغه سليمه ايضا، كانت عندهم كلمات بلكي حتى اللهجه الجزائريه هذاك الوقت ما كانتش هذه هي اللهجه اللي رانا نتكلموا بها، صح كانت صح. لهجه قريبه كثير للغه العربيه. نشوفوا غير فقط ياسينيا والضيفه الكريمه سكتشات ولا اللي كانوا صح في الابيض والاسود كانوا يستخدموا اللغه العربيه والدارجه المهدبه مختلفه على اللهجه اللي والامثال، يعني احنا شغل كانوا يهضروا بزاف بالامثال بالمعاني بالامثال والمعاني صح المعاني يعني والامثال. ماذا بينا لو ترجع هذه الثقافه الان ان شاء الله، ماذا بينا انه لو نحافظوا على لغتنا الام ايضا ونروجوا لها بمثل هذه الابيات الشعريه ومثل هذه البقالات اللي تحمل معاني. سيده منيره، انت كمديره وكاله لتنظم تظاهرات ثقافيه تراثيه، اكيد لما نهضروا عن الثقافه نهضروا عن التاريخ، نهضروا يعني عن التراث، نهضروا عن العادات والتقاليد. اليوم كيف يمكن انه نروجوا لمثل هذه العادات والتقاليد ونحافظوا عليها ونورثوها للأجيال الناشئة؟ أنا نحب نأكد دائما على الأجيال الناشئة لأنه هي مستقبل الجزائر، وإذا ما ورث يعني ما ورثتش راح تندثر مثل هذه العادات. بالطبع هي تروح لما نشدوش فيها أو وما نتكلموش عليها بزاف تروح، العادات يروحوا والثقافة تروح. يعني أنا كخبرة تاعي في العمل تاعي كمنظمة تظاهرات ثقافة علمية اقتصادية مهم رياضية، احنا كنت نخدم في كما يقولوا في ميدان الرياضة. باغ اكزومبل احنا في الرياضة نمثلوا الجزائر زعما يكونوا بطولة عالمية ولا عالمية، احنا نمثلوا الجزائر. واش احنا واش نديروا؟ نجيبوا البنات المضيفات باللباس تقليدي. علاش يقولوا لباس تقليدي؟ لباس تقليدي هو باش احنا في الجزائر، الجزائر كانت بطولة عالمية كاع البلدان يجوا، وفي الجزائر يهتموا باللباس التقليدي هذه في الرياضة، يعني لازم يكون هذيك البصمة البصمة هذيك تاع التقاليد تاعنا. يعني انا خدمت بزاف، خدمت في الالعاب الافريقية لي جوز افريكان 2007 2017، يعني كاع البطولات تاع
نجيب المضيفات نلبس لهم لباس تقليدي كاع الازياء، يعني عندنا بزاف من الشرق من الغرب 40 ولايه مبارك عندنا في لباس وهراني صيفي. وتشوفي هذوك الناس اللي يجوا سورتو الاجانب عباك يهتموا بهذاك اللباس، يعني في هذاك اللباس تشوفي باللي احنا الثقافه تاعنا عظيمه كبيره صح. الله يبارك. اما اللي يجوا يولوا يحبوا يتصوروا مع البنات اللباس هذا واش المعنى تاع واش هذه اللبسه، ونقول لهم نفسر لهم هذا كراك. ياسين يعني اذا تكلمنا هكا في الاخير قبل ما تختمي مع الضيفه الكريمه ديالك، الا تعاودنا ولينا للبقاله وقلنا كيفاش نعاودوا نحافظوا عليها. اكيد انه في كثير من العائلات ولا ما راهمش يمارسوها خاصه في شهر رمضان، لكن واش نشوفوا حتى وهي ماهيش تعمل بقانيها كما احنا نقولوا، لكن في الافراح والاعراس نصيبوا هذيك البقاله مطويه في علبه صح. الحلويات ولا اللي يكون مسؤول على تنشيط الحفله الدي جي ولا حتى المغنيه اللي يجيبوها بين الفينه والاخرى بين غنيه وغنيه تقول لهم يا بنات ولا يا عجايز ولا البقاله هذه لكم انووا الفال، يعني معليش خير من والو كما احنا نقولوا. ولكن احنا ماذا بينا نعاودوا نرجعوا للاصاله تكون هكا وحده كبيره في العمر في المنزل ديالنا البركه كيما نقولوا، وبزمان كانوا يطهروا ويبخروا للغرفه ويقعدوا هكا حلقه ويقولوا البقاله داخل قاعدنا قله في الدار لا نستخدموها نديروا لها الماء ونحطوا صياغتنا ومنو، وان شاء الله يا رب فال يكون فال طيب على الجميع. سيدة منيرة هكا في الختام بقالة للمشاهد الكريم هكا باش يبدا يوم خليني نعمل وتفاعل خليني نعقد انا جبتها هذه كافتك عرفتي كيفاش لبستي خلاص هي يعني هذه البقالة اخترتها ان شاء الله على المشاهد الجزائري كله ان شاء الله يا رب. وبالمناسبة ان شاء الله ينحي علينا هذا الوباء امين يا رب. يعني نويتها كاع الجزائريين والمشاهد خاطش كاع رانا مقيوسين كاع رانا مقيوسين ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تعجب المشاهد. بون نبدا هيا بسم الله بالبسمله يلا بسم الله بسم الله بديت وعلى قلبي صليت ونهدي هذه البقاله كل المشاهدين وكل الجزائريين وخاصه الجزائريين والمسلمين والمناسبة تاع كما يقولوا الاخوان معنا الفلسطينيين كاين تربي ان شاء الله هي ينصرهم ان شاء الله. بسم الله نبدأ نقولها على صلة البيض يا ربي الفتاح اعطيني المفتاح اعطيني المفتاح نحل البيبان باش نشوف ونرتاح. هذه هي شكرا لك يعطيك الصحة سيدة منيرة يعطيك الصحة ياسين على الحضور اختيار موفق للموضوع انا عجبني نحب هذه المواضيع نعطوا اشاره لمثل هذه المواضيع التراثيه وحتى اللي تحمل معنى جميل حتى انه البقاله عندها مواضيعها اجتماعيه أكيد. وشعبيه ايه وهذه هي الحاجه اللي ماذا بينا نحافظوا عليها. شكرا لك يا حبيبه شكرا لك شكرا للمشاهد الكريم على وفاء الدائم. نلقاوه ان شاء الله الجمعه المقبله بموضوع آمين. اخر في التراث الجزائري ان شاء الله يا رب. اذا كانت هذه معكم ياسين يا حسيني وضيفتها الكريمه سيده منيره في ركن تراث بلادي، حديثهم كان حول البقاله هذه اللعبه الجزائريه التراثيه بامتياز اللي ما زالت بعض العائلات الجزائريه متمسكه بها معتبره اياها كاحد العادات المقاومه للحداثه. اما الان نخليكم مع هذه الاستراحه الغنائيه مع الشاب الياس الصيفي رحمه الله اللي كان له الفضل بين الفنانين في عصرنة الأغنية الصيفية. تفضلوا معنا
جبرت شحالي وعمي دلالي صباح الخير لكل يد تزرع ولا تقطع كأيادي نسرين ناشي في الركن الأخضر بعد الفاصل. صباح الخير نسرين. صباحك أسعد يا حبيبة وصباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. صباح الألوان، اللون الأحمر، اللون المحبة، نقاط النداء، ألوان حارة شدتها قوية جدا، البرتقالي والأصفر والأحمر كلها ألوان للصيف كذلك يا حبيبة. احنا نتكلموا على السياحة، صبحنا على السياحة وكلش، إذا ممكن استعمالها كذلك في المراكب السياحية كذلك لتزيين كل هاد المساحات الخضراء الموجودة. إذا وش هو هذه النبتة؟ هذه هي نبتة البوغانفيليه، البوغانفيليا سبيكتابيليس ولا غلابرا، يعني تلقاوها بهذه الأسماء. هي من عائلة لينيكتاجيناسي، إذا هذه العائلة الهائلة التي تحمل عدد كبير من الألوان. الألوان تختلف ما بين اللون البنفسجي الفاتح، اللون الأحمر، اللون هناك ألوان كثيرة، هناك اللون البرتقالي، هناك اللون الوردي الفاتح الأبيض، هناك اللون الأصفر اللي هو لون رائع جدا. والتدرج في هذا الألوان هو اللي يخليك تلعب في التهيئة ديالك، في تهيئة المساحات الخضراء اللي حطتيها جمال أروع وأكثر. وما نساوش أن البوغانفيليا هي نبتة متسلقة، أو نقدر نقول أنها شجيرة متسلقة أو شجرة، يعني يصل طول تاعها راح يتراوح ما بين 5 حتى 8 أمتار في بعض الأحيان. أنا نقول لكم هكذا، ولكن الطبيعة ليست بعلوم دقيقة، في بعض الأحيان يتجاوز الطول، في بعض الأحيان ما يلحقش. لماذا؟ لأنه ما حطيتهاش في المكان المناسب. والمكان المناسب وش هو؟ هي الأماكن المشمسة. البوغانفيليه كاين بزاف نباتات، يعني جوزناهم يا حبيبة في هذا البرنامج، برنامج صباحيات، قلنا أنه يحب الأماكن الظلية، النصف ظلية، الإزهار تاعو حيكون في الأماكن النصف ظلية أكثر من الأماكن الظلية. إذن البوغانفيليه حنفرحكم، يحب الأماكن المشمسة. هذا ما يعنيش أنه لما يكون في مكان نصف ظلي مش حيكون عنده إزهار، ربما الكثافة حتنقص، ولكن الأماكن المشمسة حيكون فيها كثافة كبيرة لهذا الإزهار، ويبقى الإزهار تاعو يا حبيبة من تعجبني حبيبة بثقافتها الواسعة للإخدام.
3 امتار يعني الحيط تاع البيت ولا تلحقوا يعني تطلع معها تحبط ولا تحبط وفيها اشواك يعني ما تقدريش تتسلقي هذاك الحيط نوعا ما. هناك انواع كثيره اللي تكون ذات اشواك مثل فيه انواع كثيره واحده اخرى لي اي ديفونسيف يعني تخليك ما تشتدي ما تشتجيش ما نستات حبيبه كمليها لي ما تصوتيش ما تصوتيش هذاك الحيط هيا مليحه هذه ما تصوتيش هذاك الحيط ما تجتازيش ما خلاص حتى انا عندي حبيبه كي تروح تروح اذا ما نصوتيش هذاك الحاجز ممكن انه نستعملوها كحواجز دفاعيه ولكن حاجز يكون ما كانش حيط ما كانش جدار ما كان والو نديروه فقط حاجز دفاعي فيطلع الطول تاعو مش قاش ديروا حتى انغرياج ما كان له ممكن انكم ديروا البوغانفيليي وتكبروه ويكون عندي يعني حاجز هذا الحاجز الدفاعي اللي هو رائع ويكون عنده الوان هايله وشابه بزاف وانا اللي نتحكم في الطول تاع الحاجز. شتي جمال النبته تاعك اليوم الابداع تاع الساسي كيفاش؟ يعطيه الصحه وانا نحب لما يعني الواحد يشقى ويحب يعني يجيب حاجه شابه للبرنامج ويحب يعني يفرح المشاهد كذلك. الحاجه اللي تزيد من جمال النباتات هو بطبيعه الحال فن الفن تاع التقنيين ديالنا الله يبارك هذه الصوره جميلة. يبدعون في هذه الصوره الجميله اللي تظهر على التلفزه اليس كذلك يا حبيبه اكيد اذا هذا البوغانفيلي لما نتكلموا على الحواجز قلت لك الحاجز انا نتحكم فيه انا عندي حاجز مثلا حبيت نحمي البيت تاعي 5 مترات 8 مترات نخليه طوال يتحمل بزاف الصبر يعني ممكن اني نعطي له اي شكل حبيته فاذا الطول تاعو انا نتحكم فيه يقدر يكون عندي اون اي تاع 2 مترات فقط انا حقيت 2 مترات 3 نحدد الطول تاعو وبالتالي كل ما حددت الطول تاعو كل ما قطعت كل ما زبرت راح تكثر الكثافه ديالو لانه لي غاميفيكاسيون التفرعات تاع الشجيرات ولا الاشجار وقتاش يكون عندي تفرع لما نقطع ونزبر حتخرج تفرعات جديده وكثيفه جدا وهذا ما يعطي قوه اكثر واخضرار اكثر للحواجز والشجيرات ديالكم. كاين دي بوغانفيلي اعزائي المشاهدين قدم فواش صرا لهم مثلا تشوفها انها فرغت النبته من الداخل فرغت هذاك الاغصان هذيك الميته كامل يا حبيبه لازم نقطعوها ونسقوها بطبيعه الحال اذا كان عندي محبس ممكن اني استعملهم بونزاي والحديد كثير على البوغانفيليا يا حبيبه ممكن اني نسقيه مرتين اذا كان في المحبس واذا كان حديقه بطبيعه الحال نسقيه قد ما سقيته قد ما مليح باش نمد لي هذا الازهار ديالو او هذه الالوان ديالو اللي تمشي مع الازهار اللي تكون من شهر ماي حتى لسبتمبر اكتوبر حنا في الجزائر المناخ يوالم فتمتعوا بهذه الالوان اللي معنا اكيد راح تمتعينا بها اكيد في برنامج صباح الخير في الجزائر وانا ان شاء الله كي تطيح في يدك لون اخر من البوغانفيليي تجيبيهولنا حتى وتتكلمي على نبته اخرى لكن حبينا نشوفوا لون اخر من البوغانفيليي خلاص يا حبيبه ما يكون غير خاطركم شكرا لك يعطيك الصحه سليم شكرا لك على الحضور على كل هذه التفاصيل نتلاقاو بك غدا الجمعه مباركه ونتلاقاو ان شاء الله غدوه ان شاء الله يا رب معاكم مع المشاهد شكرا ان شاء الله يعطيك الصحه اذا كانت معكم نسرين ناشي في ركن الاخضر في تغيير طفيف في برنامج صباح الخير يا جزائر ركن جمالكي تعودتوا عليه كل يوم السبت لكن التغيير راح يكون انه ركن جمالكي راح تلقاوها كل يوم جمعه موضوع تقوم به الزميله الهام بن مشيره والجديد ايضا انه حيكون في سيده مختصه في الجمال راح نكتشفوها فيما بعد اما الان خليكم مع الموضوع الزميله الهام بن مشيره حول كيفيه تحضير البشره للمكياج شوفوا معنا تعتمد معظم السيدات على المكياج سواء للمناسبات أو مكياج يومي لإخفاء العيوب ومنح البشرة إشراقة ونضارة وليدوم المكياج لفترة طويلة يجب تهيئة البشرة وتحضيرها نقدم لكم خطوات تحضير البشرة باستعمال مواد طبيعية متوفرة في كل بيت لازم السيدة تكون على بالها بلي قبل وضع المكياج هناك خطوات لازم اتباعها باش المكياج يخرج شباب ما يخرج فيه هناك شوائب الخطوات المهمة عندنا أولا لازم لنا نستعملوا الغاسول لتنقية البشرة من كل الشوائب والزيوت
لازم كي نمسحوا البشره نكونوا بالعقل باش ما نتهديوش البشره ديالنا. بعد عندنا الطريقه الثانيه لازم نستعملوا التقشير. تقشير البشره قبل المكياج مهم جدا باش لازاله الجلد الميت من البشره. لازم هذا التقشير نديروه باش نحو الخلايا الميته من الجسم. نقوم بهذه الحركات الدائريه لتنشيط الدوره الدمويه للبشره. حركات دائريه. لو كان جوزوا للخطوه الثالثه اللي هي التونر او التونيك. التونر او التونيك يساعد بزاف البشره في الترطيب، ازاله الاوساخ، ازاله المكياج اللي يكون باقي. واش عندنا التونر؟ اذا ما عندناش التونر كما نقولوا حنا كيميائي كاين بزاف اللي يخدموا الطبيعيه، نستعملوا مورد. والأهم وهي ترطيب البشرة. للخطوة هذه نستعمل المواد الطبيعية والمتمثلة فيه. نستعمل عندنا 2 ملاعق ياغورت، عندنا نص ملعقة عسل، نستعملوا قطرات من جوز الهند. المكياج يخفي العيوب، ولكن الأهم المحافظة على البشرة ومنحها الترطيب. إذن هذا كان موضوع الزميلة إلهام بن مشار حول كيفية تحضير البشرة للمكياج. كما قلت تحضر معنا خبيرة ومختصة في التجميل السيدة حنان بوعمامة. هذه الصبيحة مرحبا بك. صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الجمال على كل السيدات الجزائريات. شكرا لك. صباح الخير حبيبة. يعطيك الصحة حنان. إذا نذكر أن حنان هي تلتحق ببرنامج صباح الخير يا جزائر، وراح تكون معاكم كل يوم جمعة بموضوع هام وجيد، خاصة رانا في فصل الصيف. المواضيع كثيرة وكثيرة. فصل الصيف الفصل هو اللي لازم صح نعتني بالشعر والبشرة. صح، يكون فيه الناس البحار، الشمس تكون بزاف واسعة للشمس والبحر، والناس يخرجوا بزاف، خاصة النساء يخرجوا بزاف أيضا، يعني يكون البشرة تاعهم تكون معرضة أكثر لأشعة الشمس كما قلتي، للحرارة، للبحار ولا لغيرها وغيرها. إذا اليوم حنان تكملة للموضوع اللي قامت به زميلتنا إلهام بن يومشيرة، راح تفصلي أكثر في موضوع تحضير كيفاش نحضروا البشرة على حسب أنواعها حتى قبل ما توضعي المكياج. ان شاء الله. احنا ماذا بينا كبدينا الموضوع ديالنا بينا مع الهام نروحوا خطوه بخطوه باش لاعتناء المراه بالبشره ديالها. هضرنا على الطرق الصحيحه اللي تعتمدها المراه ما قبل ما توضع المكياج. شفنا في الفيتياغ الطرق، احنا شغل كاين نساء الجزائريات تروح تماكي ديريكتومون، بصح هي لا كاين طرق لازم نبداو بها، خطوات قبل ما نبداو المكياج. البشره كاين هناك انواع
من البشره. عندنا نقولوا مثلا عندنا اربع انواع من البشره، عندنا بشره جافه، عندنا بشره عاديه، عندنا بشره دهنيه وبشره مختلطه. باش ان شاء الله تكون فيهم مواضيع اخرى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اليوم حبينا نكملوا تكمله للفيتياغ، جينا نبداو بالبشره الجافه. البشره الجافه في وصل الصيفيه البشره اللي المراه كامل تخاف منها سورتو في فصل الصيف. على بالنا باللي البشره الجافه في الصيف تنشف بزاف، الحراره، السخانه تتقشر. جينا بقماش، نخدم القماش نديروه ماكريك، عندنا لي برودوي كوزميتيك جديده. بصح المراه دائما تحبذ الطرق الطبيعيه والمكونات الطبيعيه. هنسيو كيفاش نمدوا لها وصفات، بعض الوصفات، بعض الوصفات الطبيعيه. عندنا دائما الوجه ديالنا قبل ما نبداو اي قماش لازم يكون ملدي شويه، ما نديروش على البشره تكون ناشفه. ملدي. نستعمل المقشر، لازم نستعملوه في البشره، لازم نبداو به باسكو المقشر كي تكون بشره جافه ولا بشره دهنيه تنحي لنا ازاله الجلد الميت، التشققات تاع البشره، يفتح المسامات ايضا. فوالا فتح المسامات. عندنا القماش اللي نخدموه للبشره الجافه، عندنا نستعملوا زوج ملاعق من جوز الهند وملعقه سكر، نحركوه مليح 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 باش تفهمنا كاع النساء الجزائريات، نحركوه مليح مليح تولي كومين بوماد. كي قلتي سمحي لي حنان باش نبرك باش يفهموا، كي قلتي جوز الهند تعني باللي زيت جوز الهند، زيت ماشي جوز جوز الهند اللي نستعملوه. نو الويل دو كوكو، نديروا زوج ملاعق الويل دو كوكو، نزيدوا لهم ملعقه تاع سكر، نخلطوهم مليح مليح تولينا كومين كريم. نابليكيوها على لابو ديالنا ونبداو حركات دائريه. حركات دائريه نبداو نطلعوا للفوق. الحركات الدائريه تساعد البشره ديالنا في تنشيط الدوره الدمويه، تساعدنا ثاني في تنشيط ماده الكولاجين في لابو، خاطر ابخي الشمس والسخانه واسمو الكولاجين ينقص في لابو ديالنا. شغل لازم نخدموا واسمو الحركات الدائريه ونطلعوا للفوق، ما نهبطوش لابو، لابو ديالنا ما تترخاش ما تتهلولش كما نقولوا تما بصفه عامه. نطلعوها دائما للفوق، نقوم بالحركه الدائريه مره بعد دقائق حتى لست دقائق، نحكو كامل ايفيتيو برك دائره العين، نحركو مليح مليح مليح. ومن بعد نغسلو وجهنا بالماء الفاتر. بصح نسيو كي نغسلو ما نطوروش لابو باش ما نوجعوها، سورتو البشره الجافه اللي نهضروا عليها، شو البشره شويه حساسه. ما نقعدوش بالماء فاتر، خاطر الماء البارد يؤذي البشره والماء السخون كيف كيف يكون ماء فاتر. ومن بعد تو منشفه رطبه تكون كما حنا نقولوا قطنيه، فوالا نواسو لابو ديالنا. ومن بعد لابو لازمنا ابخي لو قماش كي نكملو عندنا ماسك مرطب، ماسك مرطب دائما يمشي مور القماش ديالنا، رانا دائما في البشره الجافه. والنساء بزاف يخافوا البشره الجافه سورتو في الصيف يخافوها. صح. عندنا الماسك اللي نقدروا للترطيب البشره، عندنا 2 ملاعق حليب بودرة. والحليب على بالنا باللي مادة غنية بالبروتين والكالسيوم. عندنا ماورد 2 ملاعق ماورد وزيت الجليسيرين. هادو كاع مرطبات، كاع مرطبات. نخلطوهم، لازم تكون اللي نخلطوا فيها يا تكون بلاستيك ولا تكون زجاج، باسكو الحديد تتأكسد، كاين مواد تتأكسد داخل وين كاين الحديد، اللي تكون ماده اللي يديروا فيها حديد. نخلطوهم كامل ونابليكيوهم بور لو فيزاج ديالنا، نخلوهم اونتر 15-20 مينوت. ومن بعد ثاني كي ندير لو ماسك ما نحكوش ثاني بزاف، هكا من شغل تكون كيفاش حنا نقولوا نبلل الوجه، شغل بالعقل بالعقل نشللوه غير بالعقل. ومن بعد نديرو نشفوه بالمنشفه القطنيه. رحنا للبشره الجافه وعلى بالنا بالبشره الجافه هي البشره الاكثر عرضه للساعه كما نقولوا حنايا، الاكثر للتجاعيد، نروحوا معها غير بالعقل. من البشره الجافه كاين سيدات اللي عندهم البشره الدهنيه، دوكا نروحوا للبشره الدهنيه. عندنا ماسك للبشره الدهنيه، والبشره الدهنيه
كاين نساء بزاف تقول انا بشرتي دهنيه وكاين بزاف ما يحبوهاش. مي البشره الدهنيه هي احسن بشره، مقاومه البشره الدهنيه، مقاومه والاقل عرضه لغيد باسكو شغل البشره الدهنيه ما ماشي حتى مرطبه يعني طبيعيه طبيعي يعني عند ربي الزيت ديالها اللي يخرج هو اللي يرطبها هو اللي يرطب البشره. مي لازم احنا عندنا البشره الدهنيه لو كان ما تنظفيهاش يزيد يخرج الزيت، لازم تتنظف البشره الدهنيه لازم ننظفها باش ما توسيش بزاف الزيت ديالها. والمقشر ديالها كيفاش يكون لازم؟ المقشر ديالها عندنا ملعقه قرفه على بال بالنسبه لي رائحه وماده مليحه بزاف للبشره ديالنا، ومورف عسل، عسل حر، عسل عسل طبيعي في مواد مضاد للبكتيريا. العسل عسل الحر كما حنا نقولوا سي انتيسيبتيك. صح. نديروا كما شرحنا الطريقه تاع كوماج تاع نفس الطريقه كيما في البشره، نفس الطريقه تاع التقشير. على بالنا بلي التقشير ينظف البشره، التقشير ازاله الجلد الميت، ونابليكيوه ونشللوه بنفس الطريقه بالماء الفاتر وغيرها. وللترطيب؟ للترطيب هي تحتاج ترطيب، تحتاج رغم هذا تحتاج ترطيب، تحتاج ترطيب كي نخدموها تحتاج ترطيب. قلت لك لو كان ما نرطبوهاش وما نغسلوهاش تقدر تفرز لنا بزاف الزيت. ما تلقاش ترطيب وما تلقاش قماش، تقعد بزاف تطلق في الزيت، في الزيت ديالها. ونسى بزاف يخافوها لابليكاسيون تاع المكياج، اكيد تاع المكياج تكون هذيك. حنا قلنا قبل وضع المكياج كاين طرق صح تبعوها قبل وضع المكياج. نولوا نرجعوا للماسك الترطيب. عندنا زي ملعق زيت اللوز. زيت اللوز على بالنا باللي يبيض البشره، يرطبها ايضا، غني فيه نسبه كبيره من الماء. عندنا ملعقتين عسل، وعندنا ملعقتين حليب سائل. العسل كما قلنا فيه مواد العسل نقدروا ندخلوه في كل اللي ساغ المليح اللي غيد من العسل، والحليب ماده غني بالبروتينات والكالسيوم. نزيدو نحركوه مليح مليح مليح، نابليكيوه في لابو تاعنا، نخلوه نصف ساعة نصف ساعة باسكو سي دي كاع مواد طبيعية اللي تساعدنا في بعد كيما شرحنا كيما قلنا على البشرة، كيما قلنا في البشرة الجافة نزيدو تاني نخلوه نصف ساعة. ما دروك ما نحكوش دائما نشللو نشلل برك البشرة ديالنا. نواسوها بالنشافة القطنية. وفيما يخص البشرة المختلطة هكا في الأخير، البشرة المختلطة لازم المرأة تكون على بالها البشرة ديالها كيفاش، أي نوع من البشرة. نقولوا شوية برك المرأة كي تقدر تنوض مع الصباح كيف حنا نقولوا ماشي الضوء تاع اسمه الضوء تاع ربي، تشوف قدامه تقعد تشوف المرايا تقابل المرايا، اذا ناضت الصباح شاف بلي البشره تاعها ما فيها والو، اي بشره عاديه, عادية. تشوف هناك شغل كاين شويه كيما حنا نقولوا شويه تقشير شويه الحفايه جافه طابلي جافه. عندنا باش طابلي البشره مختلطه تلقى النصف هنا الزيت وهنا الجبهه ديالها فيها الزيت. كي تنطلق وجهها عندنا لو تي ديالنا، عندنا الفلفل وعندنا تبرق يعني في نطالب اللي بشره بشره ديالها بشره دهنيه. وفي البشره المختلطه نفس العمليه، مقشر نفس مقشر البشره، الجمال والماسكات والقماش رانا بحر. صح اكيد بحر كبير. صح هذه معاك ماذا بينا احنا في كل حصه ان شاء الله يا رب نجيبوا ماسك. مازال حنان، انا قلت لهم حنان تلتحق ببرنامج صباح الخير يا جزائر من خلال ركن جمال وكي راح تشوفوا كل جمعه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حنان. ان شاء الله احنا ماذا بينا احنا الخبره ديالنا في مجال التجميل واش دينا احنا اللي تجوزنا قرينا في كل الدول. الله يبارك ما شاء الله. الله يسلمك. ولا واش قرينا احنا واش عرفنا ماذا بينا بارطاجيوها مع المراه الجزائريه حتى تفيدوها ايضا، نعطوها بعض النصائح واسرار ان شاء الله. الجمال. يا رب انا متشوقه اني نعرف الاسرار والنصائح اللي معاك حبيبه كل الجمهور. ان شاء الله يا رب. مرحبا بك في كل وقت حنان. اذا كانت هذه حنان بوعمامه في ركن جمال، وكي تلقاكم حنان بمواضيع اخرى الاسبوع القادم بحول الله. يومك موفق حنان. ان شاء الله. ونقولهم الى اللقاء وان شاء الله في الملتقى وكوني جميله ان شاء الله يا رب يا رب العالمين. اذا اما الان هي فنانه كتبت اسمها بحروف من ذهب في سجل التاريخ الفني الثقافي الجزائري، ابنه مدينه شرشال فاطمه بازي المعروفة بنورة، في هذا النغم.
شيرات لو كان حبيبي يولي هاي نطعم وندير سبعة وعدات دير القلال ولك صفة وخياتي ونزيد عرسي شيرات سامح ويجي تولي لي الدنيا فرجات يتسلى القلب الراضي يا خيي وتضوي شمعة اللي طفات لو كان سامح ويجي تولي لي الدنيا فرجات يتسلى القلب الراضي يا خيي وتضوي شمعة اللي طفات لو كان حبيبي يولي هاي نطعم وندير سبعة وعدات دير القلال ولك صفة وخياتي ونزيد عرسي شيرات فكري محير مغبون والقلب مكوي بالجمرات حالي راه بقى مشطونة حبيبي زايد العذاب لي عاد فكري محير مغبون والقلب مكوي بالجمرات حالي راه بقى مشطونة حبيبي زايد العذاب لي عاد كان حبيبي يولي هاي نطعم وندير سبعة وعدات دير القلال ولك صفة حليلي ونزيد عرسي شيرات زلت ما نسيتك ونطفك راكي للممات عيني مشتاقة تشوفك يا عزيزي بغيرك ما نرضى هياك راني ما زلت ما نسيتك ونطفك راكي للممات عيني مشتاقة تشوفك يا عزيزي بغيرك ما نرضى هياك كان حبيبي يولي هاي نطعم وندير سبعة وعدات دير القلال ولك صفة وخياتي ونزيد عرسي القصبة صادي نقول أنا يكي تبرات نتهنى يزورون كادي يا حبابي وتضحك عيني اللي بكات كي تعود القصبة صادي نقول أنا يكي تبرات نتهنى يزورون كادي يا حبابي وتضحك عيني اللي بكات لو كان حبيبي يولي هاي نطعم وندير سبعة وعدات دير القلال ولد صبة وخياتي ونزيد عرسي شيرات هي ممثلة وفنانة جزائرية استطاعت أن تنتزع الكثير من الألقاب والجوائز في كل حضور سينمائي ومسرحي لها، موهبتها تدير كل الرؤوس إليها، فحتى الأدوار الصغيرة التي مثلتها تركت بصمة لدى المشاهد الجزائري، هي القاسم المشترك بين الأعمال الآتية، أذكر مسرحية الجثة المطوقة، ظل الورود، حنان امرأة، مسخة
الصخرة، أيضا شارع النخيل الجريح، عطور الجزائر، أسرار الماضي، ومؤخرا استمتعنا بأدائها الرائع في رمضان في مسلسل ليام. الريم حاضر معنا هذه الصبيحة بعد الفاصل. والله ما قدرت يعني في الحقيقه، ريم تاكوش تحضر معنا هذه الصبيحه. صباح الخير ريم. صباح الانوار، وصافي بليزير نشوفوا البهجه ولي زون بوزيتيف مع صباح ربي الضحكه مليحه. انا 60% زدتيها انت كي دخلتي. الله يسلمك. الله يبارك، مرحبا بك وشكرا لك انك جيتينا اليوم. على بالنا ويكاند والناس تحب تريح وتحب تصبح في دارها، رغم انه على بالنا بلي ريم تاكوش الله يبارك ما شاء الله عليها اللي ماتينال تنوض بكري، لكن قولي لي يعني بكل صراحه ما خربطنا لكش النظام ديالك؟ انت اللي مداريه كل صباح تروحي بالك تروحي ديري فوتينغ بالك تجري بالك تسبحي ولا غيرها ما خربطناه لكش؟ اولا نقول نبدا القعده تاعي نقول باللي ربي يشافي جميع المرضى. آمين. ان شاء الله بهاد الكورونا اللي ربي بعثها نقول باللي هذه هي الحاجه اللي الانسان لازم نكونوا اسكو احنا مسلمين ولا متخالفين. هذه هي التجربه معناتها الامتحان الصعب اللي رانا يعني نعيشوا هذا القرن هذايا. اللي ماتوا ربي يرحمهم ويصبر والديهم، واللي راهم في الخارج ان شاء الله ربي يعاود يدخلهم بخير وعلى خير، والابواب ان شاء الله تعاود تنفتح. بس كاين بزاف ناس اللي راهم يسوفريو وراهم يستناو غير يشوفوا في والديهم ولا راهم يستناو يدفنوا والديهم هنايا. ان شاء الله هذه هي اللي حبيت نبدا بها الصبحيه تاعي، باسكو كاع رانا نحسوا بهم اوتونك فنان اوتونك ارتيست. الانسان عنده كما يقول لك الحاسه هذه اللي راهي توجعنا كامل، متضاعفه وراهي توجعنا كامل. انا في العامين ماشي في العام، وربي كما يقول لك جميع الامهات اللي راهي مقهوره على اولادها على راسهم الام تاعي، ربي يصبرهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اذا كما قلنا ريم شنو هذا الجمال؟ الله يبارك ما شاء الله. الله يسلمك، هذا من ذوقك ولا من ذوقك ولا لا لا يعني الله يبارك. انا قلتها انا في الكوليس قلتها ريم تاكوش ماشي مولفين نشوفوا هكذا. صح، موافه بزاف بلي جين باسكو عمليه اكثر بلوس عمليه. وهذه الكورونا كنت تهضري لي على السبور على الـ على الـ على السباحه. سي فري كي يجي الصيف انا عندي حاجه سيك بوشاوي ندير هذيك ثلث ربع ساعه ولا نص ساعه تاع فوتينغ ونحبط نعوم شويه ونعاود نطلع على 10 للداري ونبدا الخدمه تاعي. بصح هي اسفاهم الكورونا وشافوا بدات شافوا ناس بلي راني سمنت شويه زدت عليها لاني لا في العام ونص ما كان سبور ني ريان ديتو. الكورونا قعدتنا في الدار وخلاتنا كما يقول لك ميم الاحزان انا نتقاسموه مع الشعب تاعنا الاحزان كاع اللي واش صار في بلادي. سي با فاسيل لي كو احنا اون برينسيپ رانا نتقدموا نعاودوا نرجعوا للور اي سا في مال. ونعاود نقولها لانه الفنان يحس بلوس لانه يكذب عليك انا بهذا المناسبه انا نوجه نداء للفنانين. بما انه حنايا فنانين الناس يحبوك وهذا كرم من عند الله، الناس يحبوك لي تيت دافيش دي الناس يحبوها صافي غيان. ولا تقدر تدخل عند ان فارماسيان ولا تقدر تجيب كما كنت ندير انا وراني نديرها حتى الان، سي كو تدخل عند ان فارماسيان تقول واش تقدر تمد لي وقتاش تساعد باش نساعدوا واحد اخرين دي مالاد. اي بان سانسيرمون سي كو كانوا يمدوا لي شاز غولونت، كانوا يمدوا الادويه لي فريمون كيمد لك وحده زوج ثلاثه تديها للسبيطار. اي سورتو سكو جو دي سي كو تمد للناس تاع الصح، معناتها لو مالاد تاع الصح ما لازمش تعطيه عند الاداره وتقول له هاك مد، نو تمد لو مالاد. ونقول لكم هذه حاجه سهله بالبزاف باسكو الشعب تاعنا يحبك يحبك يحبك، معناتها يمد لك كاع واش تحب. وهذه انا نقول لك باللي هذه عشتها ظاهره عشتها. اون ابري 17 شيز غولونت لي سا كوت شير اللي مدناهم في لي زوبيتول، مدناهم الناس اللي ما عندهمش رجليهم مساكن. اون ابري كانت لي لي الاخرين تاع لي كونسيغ وتاع هاد الادويه كامل اللي ما تنصابوش كامل قدرنا الناس اللي كانت لي كانت جبعدت لنا. وكاين نهضر على كيما يقول لك هذا الانسان هو اللي يقوم بهذه المبادره. الجمعيات نخافهم بزاف باسكو الجمعيات هذوما اللي يخدموا بالمرضى وي الحمد لله، بصح الجمعيات انا جو بريفير يمدوها من يد اليد وحنا الله يبارك راكي تتكلمي على التطوع هذا. انا هذا تطوع هذه الاعمال التطوعيه لازم لهم. صح، لازم تشحن يعني ريم تاكوشت ايضا من الشخصيات ولا من الاشخاص اللي الله يبارك معطاءه ماشي غير في الميدان تاعها في الفن ولا هي قالت انها
تقوم بالمساعدة، ولا حتى أنا قالوا لي أنك ما تحبيش ترمي الماكلة، حتى وكي تكون عندك الماكلة تروحي تخرجي وتمديها توزعيها على اللي يحتاجوا الماكلة. شكون اللي قال لك؟ سي فري سي فري، كنت ندار بزاف على الناس زعما كيشرو حاجة. أنا ما نكذبش عليك، لازم التبسي تاعي كي يقعد له شوية تاع ماكلة ديجا نحب كنت في التبسيط تاعي واش ناكل، مي كي الماكله لازم نخرج. بصح شكون اللي قال لك سي فري هذه؟ ودي فوا في الليل نخرج ونخرجها ونقول كاين الناس اللي حنا كلينا الحمد لله، بصح كاين الناس محتاجه بزاف. نعاود نرجع ونقول لكم سورتو حاليا الامهات والاباء اللي راهم يعاملوا ولادهم ولا يعلموهم غير شوف الانترنت وشوف، باسكو رانا في وقت كما نقول لك انا يفو فير تريز اتونسيون، رانا في وقت الاطفال ما يعرفوش معناتها الرحمه، ما يعرفوش واش معناتها الخير. الناس راهي الاطفال تاع الدور راهم غير اعطيني اعطيني اعطيني، معناتها حتى الاولياء ما يعرفوش قيمه الاولياء تاعهم، وهذا ماشي راجع ليهم، راجع الاولياء تاعهم. غير سما كنا نهضروا نقول لهم ايسيي لي زونفون تاعكم نحيو لهم كلش، نحيو لهم الانترنت، نحيو لهم وخصي تهضر معاهم تقصر معاهم، اعطي له ساشيه معناتها الماكله تاعك تاع ليلى اللي ما حبش ياكلها، قول له اعطيه حطها له في البواطه، البواطه يتسوى 12000 ولا معليش حطها له في البواطه، قول له انت مدها لهذاك الانسان، لو فات اللي يشوف بلي راه يمدها الانسان المحتاج، لو فات اللي يقول له يعطيك الصحه يا وليدي، هذا راك تعلموا على الرحمه. باسكو يفو فير تري اتونسيون لي زونفون تاع دوك ما عندهمش الرحمه. ما نقدرش سي مالوغو دو لو دير مي سي فري سي كو اي سون بلوس ماتيرياليست. اعطيني وما تشوف ولا يشوفوا يماه ولا اي ماما كي مريضه اوكي بون مانيش نهضر على روحي باسكو جي با دونفون ريم، لكن يا هكذا بكل صراحه نعم نتكلموا ينعم عليك هذا الاعمال اللي تقومي بها ان شاء الله يا رب في ميزان الحسنات يا رب، ان شاء الله تكون قدوه. اسمحي لي انا ما كنتش حابه نهدرها عليها بصح سانسيغمون لو تيغان تاع درك تاع هذا العام والعام اللي فات سي تري سا في تري تري مال، لانه الاب ما وصلش يوكل ولاده. رانا في 2021 وعندنا البترول والغاز والحديد و تو سكون فو، انا ان تري تري بو بي ريش من كاع النواحي، مي الطفل الراجل معناتها الاب ولا الام ما كانش واش توكل. الناس راهي تسويسيدي، الناس راهي تقتل روحها، الناس راهي لا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تسقم الاحوال ان شاء الله وراح تتسقم الاحوال باذن الله ان شاء الله يا رب العالمين. اذا تكلمنا احنا نعاودوا نولوا خليني انا مانيش حابه نتكلم بزاف 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 الفن لانه الله يبارك مسيرتك تسبقك، مش انا اللي ولا غيري اللي راح يتكلم عليها. احنا تكلمنا على الاكل وتكلمنا، لكن برغم هذا ريم تاكوشت نقدر نصنفوها بين الطباخة الماهرة. إذا كنتي تعرفي قبل تفرقي بين فلفل الكحل والكمون. لا فلفل الكحل والكمون نعرفه، بصح المعدنوس والحشيش يروحوا لي يروحوا لي المعدنوس والحشيش يروحوا لي. هذا ممكن نروح للشيء نقول وراء الحشيش وراء المعد، مالغي بليزيور فوا يقول لي مدام هذا سهل هذا المعدنوس باسكو هذه الريحة وهذه، مي دي فوا شغل نتخالط وريم ما تدخلش بزاف الكوزينة. مي سكي سيغ سي كو جميع واحد اللي عرضته لداري ولا ياكل ماكلتي يقول لك عندك ماكلة بينا، وعلاش؟ باسكو نطيب أما مانيير سي سا. انا نحب الطياب تاعي سي سا سي كو سي فري. واحد اللي خرج الماكله معناتها كيفاش دارك سكسو ولا شتيت بطاطا ولا شتيت حاجه ولا سي كو كل واحد كل واحد والذوق تاعو ويقول لك بلي اليدين ماشي كيف كيف. والله غير هذه صح، يعني كي تكلمت على شتيت بطاطا ان الانسان اللي شتيت بطاطا يحب يحمرها بالغرنادين يعني هذه حاجه اخرى خلاص انا عرفت بلي انك صح تطبخي بطريقتك الخاصه لان طريقتك هذه ماش حين نشوفوها حكايه الغرنادين. اوكي كنا دي ستوديو مع رانيا زيروتي الفنانه رانيا زيروتي جولي كما يقول لك ان شاء الله ربي يطولها في عمرها ويخليها لولادها ولفنها الثاني. سي كو كنت صغيره جافي اون ايتي دي ستوديو اون ايتي دون لا ميم شومبر في في المعهد العالي للفنون الدراميه. هي راحت تدير راحت كانت عندها شغل اي بان قالت لي ريم سي تو بلي شتي تحب بطاطا راهي طابت كاين طوماطيش كونسيرف راهي في الطاقه نحي برك مغرفه صغيره وحطيها ودوريها وسي بو غير تصيبيها راح قريب طيب وطفي عليها. قلت لها اوكي قلت لها زال الحال. انا مالوغوزمون جيتي تالمون سبورتيف شغل هذاك تاع الفطاله هذه الماكله هذه واش درت لها انايا انا راح نحل الطاقه باش نحل الطوماطيش طاحت تكسرت ما شغل ما عرفتش واش ندير وانا خفت من رانيا كي تجي وتصيب ويا رانيا
كي طيب طيب شغل هذيك تاع بالك بالك وتشم هذيك الريحه الله 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 يبارك. يما لو واش درت لها هنايا حكمت وانا الصباح نشرب لها غرناتين بالحليب يما لا كاسكو جي في باش تكون هذيك هذيك الحموريه هذيك درت شويه لا غرناتين في لاصوص تاعها دورتها هكذا نشوفها بلي راهي حمراء وخليتها تدخل رانيا تفتح الباب تقول لي سا سون بون سا سون. انا خليتها غير هي تدخل وانا خرجت يا ابان فتحت ابارمون ابان فتحت ونسمع غير كلمه ريب انا ديجا هربت. وقعت حكايه الكرونادي. الله يبارك ما شاء الله. اذا كما احنا نقولوا ريم فنانه كامله ومتكامله الله يبارك ما شاء الله عليك. خلينا من الجانب الدراسي ديالك اللي قمتي به قانون اعمال من قانون الاعمال ورغم هذا في صغرك كنتي في الفن وفي الاندلس وراني نشوف هذا اللباس اللي راكي ارتديتيه يعني مفرع عاصمي مفرع حداثه في حداثه وتقليد وهي قالت لي قالت لي انا اللي درت الطرز. الطرز وي الحاجه ربي يطول في عمرها ولا راهي مازالت حيه ان شاء الله باسكو عندي بزاف ما شتاش هي هذيك باسكو ام تاعي تحب كل ما هو تقليدي وجافي 21 اون ورحت عند الحاجه يما دخلتني عند الحاجه هذه اللي دير الشعر على ما بالقرقاف جات لي القرقاف اي بور فير بليزير ا ما مير جي في القرقاف بديت نخدم عند هذه الحاجه هذه تعلمني كيفاش واول عمل هي راهي تعلم فيا واول عمل درت هذايا كيما شات لي لو تيسو وانايا بديت وهذا هو اول عمل اي جو سوي تري تري فيير دو موا باسكو خدمت خدمه وبعيتك بور الام تاعي درت لا برودغي على لا ماشين اوسي باسكو هي هي واش كانت حابه دير وانا كنت نديرو في بلاصتها يما لا لا برودغي على ماشين وبعد جي في بارور اوسي بور ال الله يبارك صح درت خطره 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 ما فهمتهاش اي مينتونون ان شاء الله جي اونفي دو فيغ لكن المره الاولى لكن الله يبارك انا راني نشوفو على القرب بالك المشاهد الكريم ما يشوفوش لكن انا راني نشوفو على القرب يعني متقون الله يبارك الله يسلمك ما شاء الله الحمد لله الحمد لله اي اي سي سا نحب انا نحب نتوشي من كلش هذه هي دوكا جو اون ترين دابروندر دو فير لو ديسان درت التابلو شفت واحد التابلو عجبني بزاف اي شفتو بلي كوت تري شار بعد قلت بصح وعلاش ما نقدرش انا ندير اي بان جي كومبري كو في هذه لا بيريود لاني اللي رانا فيها كامل ديجا الاحزان وكاع واش انا ندوزو منها شفت بلي سي فغي لو ديسان شغل ينحي لك بزاف صح ويداويك ويهديك وي اي سي سا كي راني نشوف لو تابلو تاعي مازال ما تكمل بيان سور بصح كي نشوفو قال لي يا سي مانيفيك الله يبارك سي كو رجعت نروح نزرب شغل كي تكون عندي خدمه نعاود ندخل للدار بالخف باش غير نكمل لو تابلو هذاك ريم تكملي التابلو كيما كملتي البطاطا شتتها بالكرونادين صاحبه البطاطا شتتها راهي حاضره معنا هذا الصباح صباح الخير كيف حوالك رانيا راكي راكي منيح راكي مليحه الحمد لله الحمد لله يا رب كنت من جنب صوتكم على صباح ربي شكرا صباح الخير ريم صباح الانوار رانيا سافا حكيتيها لهم حكيتيها لهم رانيا نعم قلت لك حكيتيها لهم لا غرناديل شنو مي سيتي دي تري بو سوفونير هذاك في عدة مناسبات من تحت الريك قعدت حادثة يعني حادثة اكزومبلير لا لا صح ماشي غير اكزومبلير هذه تقعد إلى يوم الدين صح ما قلتليش رانيا كانت بنينة ولا ما كانتش بنينة بالغرناديل شوفي نحكم غير قلت لك خصني نصبر وتجي تقولي دي بنينه ولا ماشي بنينه لا لا بصح ما كانت حنينه بصح كي تكون حلوه ديجا غرناديين وزيد مع حلاوتي يديك الله يسلمك يا عيشك مي سكي سيغ ما عندك حنينه رانيا سكي من بعد كي دخلت الشومبره ما دارت لي والو تقول لك لو قلت لك ما دارت والو اذا سيده رانيا مكالمتك هذه الصبيحه في حق ريم تاكوش الفنانة ريم تاكوش صديقتك وزميلتك في العمل وعلى حسب واش حكات لنا ريم كنتوا تتقاسموا نفس الغرفة كي كنتوا طالبات كنا غرفة الطالبات قبل الوقت ايه صح هذه هي حبيت هكذا يعني كلمة في حق ريم بكل صراحة هي تحب الصراحة هي إنسانة صريحة وتحب الصراحة وهذا مش حابين نسمعوا من عندك انت يا ريم يعني في الجانب الانساني تتمشي كش يقولوا مرحه جدا تحب تضحك تحب تعيش تحب كشي كما يقولوا الكروك لا فيا بلان دون فلا عندها تري سمباتيك يعني تدخل في القلب ديجا هي
من بكري يعني داخلة في الميدان الفني، سواء يعني في بدايتها كانت في يعني مجال الموسيقى والغناء الأندلسي، ولا كان في ميدان المسرحي، ولا في ميدان السينمائي فيما بعد. يعني الله يبارك، طفلة متعددة المواهب. سمعت ثاني دونك بلي دخلت في ميدان الإخراج، بون كانت ديجا دخلت فيه، وسمعت بلي دارت إنتاج مؤخرا. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله توفق في تجربة جديدة تاعها. صح ما كانش عندنا مناسبات كثيره نتلاقاو في عمل، من خمسة تلاقينا في مسلسل حنان امراه، بصح ان شاء الله تكون مناسبات اخرى نتلاقاو فيها انا وياك، سواء فوق الخشبه ولا على نفس البلاطو، مع ان الايام يعني كنا تعاملنا مع بعض وتلاقينا في البلاطو تاع الكوميساريا، بصح ما تلاقيناش بزاف، يعني ما كانش يعني عمل مباشر يكون فيه مواقع التصوير، اكيد يكون فيه اجواء واحده اخرى، يعني واحد يكوني تعرفيه وترتاحي له تخدمي معاه، وزيد تكون فيه اجواء دائما في الكواليس، يعني تكون اكيد تحطك في حاله وفي مزاج يخليك انك تمدي اكثر. صح اكيد سيده رانيا، وان شاء الله يا رب كما قلتي انت، ان شاء الله تكون فرص اخرى وتكون اعمال اخرى تجمعك. النجاح اللي حققتوه في حنان امراه مازال لحد الان، اكيد انه ريم كي يشوفوها برا يشوفوا حنان امراه. صح يعني تعدات يعني ان غون سوكسي في حنان امراه، الله يبارك عليها. وتعاملت معها هذيك اول مره يعني بعد تخرجها من المعهد، كان اول تعامل معها. الحق يعني سي كي ام ابروندغ لوبسيغ، تلاحظ يعني بزاف و ابخون تري فيت. الله يبارك ما شاء الله، يعطيك الصحه رانيا. شكرا لك، شكرا، يعطيك الصحة رانيا على هذه الشهادة، إن شاء الله تكون فرص أخرى نزيدو نلقاوك أنت أيضا في برنامج صباح الخير. شكرا يا الجزائر. إن شاء الله إن شاء الله. ريم توحشتك ماما. لا ميرسي. ميرسي بوكو رانيا، موا أوسي إن شاء الله نتلاقاو، إن شاء الله ماشي برك لي تورناج. سمعنا لا فامي على تاعهم، داكور؟ إن شاء الله، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة رانيا. باي باي حبيبتي، باي باي، السلام عليكم إن شاء الله. ريم متى نستريح؟ من وحش الحبايب. انت قلتي باللي ربيتي رغبه الوالده تاعك لانها حباتك يعني تقيسي شويه الحرف التقليديه، احنا حبينا لو كنت تدينا الرغبه ديالنا. متى نستريح من وحش الحبايب؟ وي خلاص ما فيش مشكل، وجدتيه وجدت، هو واجد دائما هنا. فضل بزاف ما غنيتش معليش. متى نستريح من وحش الحبايب، وشاب مليح تخدع له الركايب، عذبني هواه وكوى قلبك هي، والله ما ننساه مهنوا عليا، والله ما ننساه ما دمني في الدنيا. اه يا قلبي اصبر وتبت يا عينك، بالمحبوب تظفر والمولى يعينك، مقصدي نراه في ساعة هنية، والله ما ننساه مهلو عليا، والله ما ننساه ما دمني في الدنيا. يعطيك الصحة ريم. العفو، عاودتي رجعتيني، جافي 6 ans كي كنت ندير آلة، الآلة كبيرة عليا، الجيتارة كبيرة عليا، وأنا كنت قصيرة هكذايا مع الأستاذ تاعي ربي يرحمه كركاشي. على ليبوك سيتي كركاشي خزناجي، كيما نقول الأم تاعي، حنا كنا 8 الله يبارك. سكو كل واحد فينا كان سبور ميوزيك قرايه، سكو وحنا دوكا رجعنا في وقت عندهم غير زوج ما يقدروش يدير لهم بليزير والوازير. اي سا سي مالورو، باسكو الطفل كي يتربى على الاله ويتربى على الرياضه ويتربى كما يقول لك عنده اون كولتيف اون كولتور جينيرال، يكون اكيليبري، الطفل يكون اكيليبري. مع ساك مساكن تاع دوكا ما عندهم حتى حاجه، حتى لو سبور ما عندهمش. اي سي سا سكي في مال، معناتها كيفاش راكي الجيل هذا كيفاش راه يا يكون ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. اذا ريم معليش نروح نذكروا المشاهد الكريم لقطات من المسلسل اللي شافوه مؤخرا اللي قلنا ليان، اللي لقى اعجاب الكثير والكثير والكثير من المشاهدين.
نشوفوا هاد اللقطات ونعاودوا نولوا حتى نتكلموا على الدور ديالك في هذا المسلسل. تفضل. لو كان ما كانش الناس قسم بالله تشوفوا شنو ندير فيها. خليل انا نهضر معاك. اي نسمع فيك. وين راك؟ الله سمح لي صباح راسي راوني مع مصطفى سد علي سد علي مصطفى والله ترفت لي كاع. يا اخي جبتوا هذا ادم ما دار فيها والو، وهذيك الوقت لازم نريكوبيريها في اسرع وقت، ولازم ناكتيفي باش نريكوبيري الورقه هذيك، لانه حسب لها تصرا حاجه ما تعجبش. تحب نهضر معاها؟ مع شكون؟ لا حجله ما نظنش حتسمع لك، هاي غلقه راسها. انت واش راك خاسر يا اخي؟ انت حبيت تقنعها بلي مصطفى ودنيا هما حبسوا يقتلوا راجلها. خلاص يا مالا خليها عليا، انا نفتح لك طريق وانت شوف واش دير معاها. ما بليش ما بليش صباح. سي إذن كما شفنا مع بعض لقطات من مسلسل ليا مع ريم تاكوش. ريم، قبل ما نتكلموا على الدور اللي تقمصتيه ولا اللي أديتيه ولا من اللي مثلتيه في هذا المسلسل، هل تعتقدي أنه من السهل أنه الفنان يدخل بيوت الناس ولا الجمهور؟ هل أعتقد أنه يقدر يعني يدخلوا البيوت ما أنت اللي تشوفيهم في الكاميرا يدخلوا بيوت، لكن باش تجذبي معناتها العائلة ولا تجذبي هذاك سي لازم تكوني فريمون شغل عندك الموهبة. والفنان سي با دوني ا تو الموند، معناتها أتخ كوميديان ولا فنان سي با دوني ا تو الموند، غير تكون أو لا تكون. كما نقولهم دي فوا شغل تشوفي واحد سيغ سان معناتها فوق الخشبة، سيبي واحد فيزيكمون إلي موش معناتها ماشي شباب كامل، لكن الشخصيه تاعو ولا الدخول تاعو ولا لاباريسيون تاعو يقول لك واو عنده حضور قوي فوق الخشبه، تحبيه فوق الخشبه تدخل. بصح واش اللغز تاع هذا الانسان؟ سي كو تحبي الفنان اكثر من تحبي الانسان العادي. سي سا لو بيرسوناج، سي كو تو تيام لو بيرسوناج كيفاش راكي حتاديه الدور تاعك. اي ابخي دي فوا يكرهوك ودي فوا يحبوك، سا ديبون كيفاش تجسديه معناتها البورسونتاج اللي راك قادره تمديه باش الناس تحبك ولا تكرهك. اي جو بونس كو هذه الفن هذا سي قدره ربانيه وهو الاحساس. نعاودوا نرجعوا للاحساس، سي كو الا كان عندك احساس باش تقدري توصلي هذا هو. اللي ما يكونش عنده احساس عنده لاباريسيون، معناتها الانسان يقدر يجوز مرور كرام ولا كما يقول لك بزاف راه قرا التكست تاعو وكاين يعيش لك لو تكست تاعو. وهذا الفنان سي انك تقدري تدخلي من شخصيه لشخصيه الاخرى. ومن بين الاعمال تاعي اللي قمت بهم حتى لدوكات سي كي ما نحبش ندخل في نفس الشخصيه. جوني صح. في الاعمال كيما حنان امراه بصح جي بريفيري ما نخدمهمش ونعطي ونقعد كندير باش ما يكونش عندي لو ميم كاشي. هاي حنان امراه الحمد لله، وي حنان امراه الى يو لو سوكسي وبحنان امراه اللي الناس عرفتني. اشكر على راسهم المخرج مسعود العايب اللي ما في كونفيونس باسكو جيتي نوفيل وعطالي الدور البطوله ما كنتش نعرفها انا، ما كنتش جامي ما دخلت التلفزيون جامي ما شفت الكاميرا في المسرح، شافني في المسرح في المواجهه. وجو ريميرسي اوسي المخرج زهير بوزرار لي ملي زونسيان تاع الفنانين المخرجين اللي دار العقرة اليبوك، معناتها الدخله تاعي الاولى كانت مع لي زونسيان، مع لي زونسيان كيما سونيا كيما مصطفى وليد مصطفى عياد كيما رابح نشعه، سي دي زونسيان اللي خدموا لي دور سبيسيالمون باسكو المخرج هذا زهير بوزار قال ولما لا حبي يسجل المسرحيه تاعو في المواجهه اللي دارت ان تاباج كبير في وقته في لي زاني جو بونس لي زاني 70 في السبعينات. ابان كي شافني قال لك نديرها، هو كان دور طفل داروا دور طفله غير باش نقعد في لو جروب. وهذا وعلاش شافني في الجثة المطوقه اللي كاتب ياسين، كانت عندي بتيت اباريسيون انا كيما قلت لهم تزغريتها بلعت لي البلين في بان زغريتها تاع يمات مصطفى كاتب. على ليبوك جو جوي
جو جوي دي كومبوزي جو في دي كومبوزيسيون. انا لعبت الدور بالحياه الادوار يعني المركبه. انا نحب الادوار المركبه، ما نحبش الادوار البسيطه. مثلا في ليام المخرج انا ما نعرفوش المخرج، جي فيو كو سيتي ان جون كي عيط لي قال لي فوالا مدام شرف عظيم اني نخدم معاك، وعلى باله بلي ما نخدمش بزاف مع التلفزيون. وعاش ماشي ما نحبش نخدم مع التلفزيون، لكن كي يكونوا الاعمال بسيطه معناتها مش مركبه ولا نشوف السيناريو ناقص بزاف ولا تختار يعني الاختيار هذا هو. تما قلت له قال لي عندك دورين، كاين كاين دور عطاهولي ودور هدايا تاع صباح. J'ai trouvé que Sabah c'était un rôle qui était plus composé. معناتها نقدر ندير وقريت السيناريو صبتو بلي كنت في 28 ايبيزود. وعلاش ما راهوش فريمون مفهوم كانت؟ باسكو يا اسفه انك تخدم من رمضان وتعطي لهم العمل اللي لازم تكون في 6 شهور نديروه في شهرين. وهذا مش معقول شغل سي ترو. حنايا درنا كاع الجهد تاعنا. انتم تشوفوا الفيلم هكاك بصح حنايا كنا حتى 4 تاع الصباح الخمسه ندخلوا البيوت تاعنا ونعاودوا نرجعوا البلاطو على الوحده على 10 الدفاع على 10 باش نعاودوا نرجعوا كيما يقول لك 4 ل 5 تاع الصباح لنرجعوا. معناتها واحد انسان عادي ما يقبلش يقول لك كيفاش شغل سي ترو. مي كاع هدايا غير بور ساتيسفير المشاهد تاعنا والناس اللي تحبنا، ونقولوا باللي كاين اعمال تلفزيونيه ونديروا نسيو كيما يقول لك العمل يكون نظيف بالنسبه للاعمال تاعنا. باسكو دوكا لازم نديروا شويه نهضر ان شاء الله ان شاء الله هذه الخطره ما يديروش كيما العام اللي فات والعوام اللي فاتوا، غير يجي رمضان نديروا مسلسل ولازم تجري فيه. باسكو بسيشيكمون موغالمون واش الجهد تاعك شغلك حدو بليه بليزيور فوا باش تخدم الاز. ما تخدمش المخرج ما يقدرش يخدم الاز كيما هذا في السيناريو. سيتي سيناريو شباب بزاف السيناريو ميم في الصباح الشخصيه تاع الصباح كنت 28 حلقه نصيب روحي في 10 حلقات. معناتها كاين بزاف من نقصوا بزاف فيه ماشي غير انا، كاين واحد اخرين كانت لا ميم شوز. لكن الشخصيه تاع صباح كما قلت لك انا في لي كوليس انا ما فهمتش الشخصيه تاع صباح، هل هي شخصيه يعني كما نقولوا شريره، شخصيه يعني الظروف هي اللي خلاتها احنا عرفنا الحكايه وال في النهايه كيفاش كانت شخصيه صباح؟ صح مركبه، على هذاك فضلتي انك تتقمصيها ولا تمثلي شخصيه صباح على شخصيه اخرى كانت مقترحه؟ شخصيه صباح هي شخصيه مركبه، هي ماشي قبيحه قبيحه بصح هي كانت لو فات تزوجت مع خليل باغامور مالغري شغل هو شاف فيها دراهم باسكو إلي تي بلوس ماتيرياليست على بالها بهذا الشيء كاع، سمحت في كلش بصح تزوجت به هو معناتها كي مي وين وصلت روحها سيقول مشات لا مافيا. معناتها نشوفوها صباح هذه سي با ماشي وحده قعدت مدت له دراهم وباسكو يشوف فيها غير تاع دراهم سلامة نو سي كو بعد كاين تاع كانت خدامه كانت في هذيك لا سوسيتي لا كونت سوسيتي خرجت وعطات كاع لي بيان تاعها لراجلها. يافي اوسي شغل هذيك تاع كيفاش تجيب هي لا مافيا وكيفاش كانت تتعامل مع لا مافيا وعلاش عاودوا كاين اشياء جميله اللي صارت لو تراجيك لو كوميك ما قدرش المخرج يوصلها ولا باسكو اللي ضيق الوقت الفالي نحي لا بروف مساكن حتى كما يقول لك في العيد خلاص قريب 5 جوغ افون العيد هما مازالهم يتورنيو في التصوير يقوموا بالتصوير. ويا اسفه العمل النظيف لازم الانسان يعطي له الوقت تاعو سورتو اذا كان سيناريو باسكو خلاص لازم دوك تونس المغرب مصر عم يخدموا خدمه نظيفه الوغ كو حنايا عندنا دوك اللي يقول لك ما كانش سيناريوهات سي كاين سورتو لا نوفال جينيراسيون هذه اللي راهي جايه انا نشوفوا بلي عنده كاين سيناريوهات لازم يعطوا لهم برك الفرصه صح ويقراوهم ويامنوا بهم سي سورتو سا. ريم نعطي لك هكذا في الختام ما قعدناش بزاف قعدوا لنا دقيقتين فقط لكن باش نهربوا شويه من ومن كي نقول لك نعطي لك انايا عباره خلي مركبه من زوج وانت قولي لي واش شكون هو شيف ديكيب؟ الاب تاعي ربي يطول في عمره ان شاء الله على بالك في كلش الاب تاعي هو شيف ديكيب لي Je lui tire chapeau et je suis fière d'avoir un père, Baba, l'herbe Batouli, ou Baba Taï. C'est que Sahbi, Khouya, Baba, l'herbe l'herbani, l'herbe m'a fait confiance, ou Alimni, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Ou il te donne la liberté Taïk, ou il te classe la liberté Taïk. Allah, il va être content de le faire, Amour, Inch'Allah. Allah, il s'aime. Mais elle, qu'il y a une autre chose, je crois. واش حكايه انا راح نقولها لك بالعاميه كيما واش حكايه التويو تاع الماء في الصيف؟
واش تديري به تبيو تعلمو؟ واو هذه ما سنيتهاش. تبيو تاع الماء تاع خويا اللي ربي يرحمه عنده 3 شهور اللي مات تموت الفجأة. الله انه اخر عيد تجوزتو معاه كنا غير انا وياه سيتي بريفي الكورونا وكان يشمخني بالتويو تاع الماء ودرت لا فيديو وكان كون باغ هازار في هذاك التويو تاع الماء في لا فيديو هذاك عطاني فريمون لا دات اللي كنا انا وياه وخويا هذا كان وين نروح يجي معايا معناتها في الاعمال تاعي الفنيه هو اللي صبت كنت نصايباتو في جنبي في كاول اعمال تاعي الفنيه كان بزاف هو اللي يجي يديني هو اللي ينحيني على خاطري باسكو البلاتو سيتي با فاسي سورتو في حنان امراه كان اول اباريسيون تاعي في التلفزيون والبطوله وكانوا بزاف نخدموا 6 10 سيكونس بار جور سيتي جيتي فاتيغي اي سي لوي كي فوني كونستامون ويضحكني ويديني البحر يعاود يرجعني ويقول لي تون تيان بون معناتها في الاعمال تاعي سي لوي كي كان السند تاعي كان خويا وكان صاحبي وي مي فازي بوكو كونفيونس ربي يرحمه سي كو الموت الفجأة اللي واعره برغم اني انا التويو تاع الماء يعني بكل صراحه كنت قصدته حاجه اخرى يعني انا ان شاء الله تكون دموع الفرحه انا على بالي بلي عندك صديقات كنت تنوضيهم بالماء في الصيف هذه هي لكن ان شاء الله يا رب بعد صراحه نوضتي به نبيله لكن معليش نبيله وي لكن في الصيف تاع وهرم وربي يرحمها اختها كانت سيك الصيف انا كيما نقول لك نحب نوض بكري هما يحبوا يرقدوا يما لا ما نحبش نصيب روحي وحدي يما لا نحكم تويو نبدا نوض يفو ايماجيني هذوك راقدين تاع الصح وانا بتويو تاع الماء يا نوضو نوضو ونهرب يعطيك الصحة ريم ان شاء الله دموع الفرحة ان شاء الله يا رب ان شاء الله نزيدو نصيبوك متألقة أكثر وأكثر المشاهد الكريم والمواطن الجزائري يحبك يحبك بالبزاف سواء كنتي تمثلي المرأة الطيبة سواء المرأة الشريرة يعني الله يبارك إحساسك يوصل للبيوت ان شاء الله تكون فرص أخرى مبدعة ومتألقة دائما شكرا لكم انتم سيسيرمون سيتي ان بليزير سورتو معك ما حسيتش انه كان دردشه كي اخويه ما حسيتش بلي راني افيك اون جورناليست ولا بالعكس اي سا في بليزير كي نشوفوا ناس كيما انت هكايا تخلي الانسان تلقائي وتخلي الانسان بيان دون سا بو شكرا لك يعطيك الصحه وكيما قلت لك البارح انا اللي راح نستمتع وصح استمتعت ان شاء الله يا رب جمعه طيبه لك وموفق ومسيره فنيه متالقه ان شاء الله يا رب شكرا اذا مع ريم تاكوش توصلنا الى ختام برنامج صباح الخير يا جزائر هذه الصبيحه متواصلين دائما مع برامج وحده صباح الخير يا جزائر بيتي سعادتي نتلاقى بكم غدا بحول الله جمعه طيبه